السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة برنامج بصراحة أكتر، موضوعات في مجالات مختلفة بنتناولها من جانب اجتماعي ونفسي، وفي أغلب الأحيان بكون في مواكبة لكثير من الأحداث في حياتنا. 25 من نوفمبر من كل عام بيكون في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مناسبة هي عالمية، كل الدول بتهتم بهذا التاريخ، وبيكون في محاولة لتسليط الضوء أكثر على قضية العنف ضد المرأة، وفكرة أهداف هي من وراء تركيز أو تسليط الضوء على هذا التاريخ المهم. وتاريخ هو مش يوم واحد، هو بيستمر ل 16 يوم. في 16 يوم بيكون في مناشط مختلفة، بيكون في توعية كاملة وكبيرة أو محاولة لتوعية المجتمع أكبر بحقوق المرأة وبمناهضة العنف ضد المرأة. هنتكلم عن فكرة العنف والتعنيف، ممكن تكون في بعض النساء هم معنفات وهن لا يدركن ذلك، وفي البعض الآخر يعني بيكون ما عنده الآلية أو فكرة التصرف أو التمرد على العنف البيمارس ضدها، وكيفية تنشئة الأطفال أيضا على العنف والتعنيف، وده بيأثر عليهم في حياتهم المستقبلية لأنهم حيكبروا وحيفتحوا بيوت ومنازل وحيرجعوا يمارسوا نفس السلوك. العنف والتعنيف أيضا وجوانب الدينية. مع ضيوف أعزاء موجودين معي داخل الأستوديو، برحب بك جدا أستاذة سرية إبراهيم أخصائي خدمة اجتماعية، مرحب بك. مرحب بك يا رش، مساء الخير عليكم كلهم. اهلا بك كثير. برحب دكتور عبد الصمد علي عبد الصمد، استاذ ماده الثقافه الاسلاميه جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا. مساء الخير. مساء الانوار استاذ رشا، ومرحب بكم جميعا. مرحب بك كثير. دكتور معاذ شرفي استشاري نفسي، مرحب بك كثير. مساءكم سعيد. اهلا بك كثير. الله يبارك. التاريخ مهم، ويمكن بيلقى اهتمام شريحه النساء اكثر، انا ما عارفه الجنس الاخر بيدي اهميه للتاريخ ده او لا، لكن خلينا نبدا من الاول كده ونشوف اهميه التاريخ والتركيز عليه وتعريف العنف نفسه. العنف ضد المرأة ولا العنف ضد العنف مفتوح ولا لانه ضد الرجل؟ والله هو ما اعرف، شكله بيتعنف وهو صغير وجعنف مرته لما كبر، حكايه كده. طيب حقيقه يعني العنف ضد المرأة يعني من 1993 الأمم المتحدة عملت يعني اتفاقية أو رواية للعنف ضد المرأة، ده وضع في اتفاقية دولية وفي اتفاقية نحن نسميها اتفاقية اسطنبول للعنف ضد المرأة، وعرف العنف ضد المرأة بأنه يعني كل ما يؤدي إلى الألم النفسي والجنسي والجسدي ضد المرأة. والعنف ضد المرأة له آثار على الفرد، له آثار على المجتمع، له آثار على الاقتصاد. انت بديتي انا لما قلت العنف ضد الرجل والعنف ضد المرأة، لانه يعني اتفاقية سيداو في 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 العنف ضد المرأة كان فيها جدل كثير جدا في انه العنف ضد المرأة معناته الرجل بعيد من الموضوع، والعنف ضد المرأة يعني متعنف هو الرجل ذاته، يعني كيف حيكون؟ ما بده هو يكون الرجل، حس العنف في تعريفاته ما بس الرجل، ممكن تقوم به الدولة وممكن يقوم بالفرد وممكن تقوم بالسياسات وممكن ممكن كل ما يضطهد حق المرأة يعني سواء كان بقى يعني حقها في العمل، حقها في الخروج، حقها في المشاركة، حقها حق ده كله يعتبر عنف إذا ما كان موجود في السياسات، تقليل من وضعها الاجتماعي، التقليل من شانها، ده كله ممكن ندخل يعني المزالة ما نبز بس ولدك صحيح. ايوه، فبيدخل باشكال كثيره، ويمكن انا والدكتور حسن كنا بنتناقش عن الريف وعن السلوكيات وعن بعض المشاكل في الريف في حق المراه اللي بتعتبر عنف والناس ما شايفينه يعني. بس عايز اقول لك ذكرته ده كله ممكن في المجتمعات يتشاف مع عنف، يعني خلاص ما بنقدر ندخله في ما لانه اصبح ما شوف انت ما بتشوفي عنف ليه؟ لانه اصبح جزء من موروث ثقافي والناس بتكرر فيه، ما شايفين غلطهم. لكن هل هو ما مسبب ألم؟ يعني ممكن تعريف العنف يختلف مع المجتمعات ولا هو تعريف ثابت وبعد كده كل مجتمع؟ ما هو كل ما يسبب ألم نفسي أو جسدي، يعني احنا قلنا كويس؟ وله آثاره الاقتصادية والاجتماعية نحن في أخطاء كثيرة في حياتنا ما قاعدين نشوف إنها خطأ لأنه اعتدنا عليها، يعني اللي يجي زول من بره يورينا إنه ده غلط يعني مش كده؟ أنت المجتمعات أخطاء ما بتشوفها بكثرة التكرار يصبح عادة، وعادة تبقى موروثة يعني 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 مثلا الختان حسه يصنف من العنف الجسدي لأنه له أذى يمكن حنست
بيتكلم عنه كثير، لكن كان الناس بتروج له في فتره بانه عاده يعني مسلم بها ورابطينها باديان و و و ما شايفين ضررها، بل بيفتكروا انها محاسن كثيره جدا رغم انه فيها مخاطر كثيره جدا. فالعاده في مجتمع ممكن تبقى يعني في حياتك اليوميه لو عندك اخطاء وانت بتمارسها كثير بعد شويه بتتعود عليها ما بتبقى شايف عيب يعني. مش كده؟ الا يجي من هو ادرى منك ويبتدي ينبهك ويوريك المخاطر شنو والاضرار شنو، تصبح يعني انت اكثر وعيا في انك تترك العاده اللي بتاذي. ونحن بنقول المجتمع لا يتطور الا بالشراكه مراه ورجل. ولا الاديان انا بفتكر انها فضلت يعني ادت انه قال لنا خلقناكم من ذكر وانثى، في تكافل هنا، في شراكه، في يعني ما في زول احسن من زول يعني. حتى نحن يقول لك والله الرجال والله يعني احسن من النساء يمكن الدين. نحن بنقول المساله هي تكليف اكثر من هي افضليه عرقيه. مش كده؟ تكليف اكثر من هي افضليه عرقيه يعني. يعني نحن هسه في 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 غرب الامم المتحده بسموها يعني العنف ضد النوع. نوع النساء. ونحن طبعا في السودان عندنا مشكله كبيره جدا من الصغير ده، انت بتنبذ تقول لي ده تبقى لي مره؟ ايوه هذا المره. انا قبل شوي كنت اتكلم مع الدكتور، هل هي لفظ الاليساء كلمه مره دي؟ نبذ هي؟ او التقليل او حاجه قليله كده او تقليل منها، وهي حتكون امك وهي اختك وهي زوجتك وانت حاسي بدونيه، هي حاسه بدونيه، الكلام ده ما فيه صح يعني. امك ما مره يعني. هل انا ما حاحترمها عشان هي امي عشان هي مره ولا حد يا مكانتها يعني؟ وده بيجيب العنف والتعنيف بعد كده لما أيوة. يكبر يتشرب بالاشياء دي. يلا دي الثقافات اللي بتورثنا وبتخلي زول تلقائيا يقوم انه يعني يقول لك ولدي ده ما بدور النسوان ما بسلم على النسوان. في امهات بيفتخروا بال ما بيعرف النسوان ما داري يتكلم مع النسوان، لانه احنا من صغير علمناه انه هو يطلع راجل. والرجوله نحن ذات عندنا لا تعني الحكمه، تعني العنف برضه. الرجوله اصلا في ثقافتنا الموجوده هي من في الاسلام بنقول رجل بالغ راشد عاقل ختمه بعقلانيه. صحيح. والعقل يعني الحكمه، العقل اربط معنا احكم مش كده؟ ما ختمه الرجول انك تضارب وتدق وتشاكل. الاسلام دين تسامح ودين موده وكل الاديان بتدعو للتسامح والفضيله. صحيح. ما في زول ده على الشر. لكن نلقى ثقافات الاجتماعيه بتقود التربيه والتنشئه جزء من الرجوله الاساسيه. الراي المفروض يبقى شراني جدا مش يبقى حكيم جدا. نحن عندنا الحكمه ضعف حسب. مش كده؟ نحن ما انا قلت لك لو جينا للاديان والثقافات يعني زي ما نحن ذكرنا تبسمك وفشاخيك الصدقه والراي اللي بيبتسم عندنا ضعيف. بنلقى في صراع يعني. والعامل عامله هاي بكرس لانك انت تكون متجهم صارم كشر، انك لازم تبقى عنف. لازم تكون في حته عنف صارم عنيف. ايوه لازم تطلع اقبح الالفاظ عشان تثبت رجولتك يعني. الكلام السمح ما بيطلع من الراي، الكلام كده يكون هار يعني. مش كده؟ فده بيدي حق الرجوله. الانثى ذاتها انا في السودان قاعد اقول هي ذاتها عنيفه. ما جابت من وين لكن؟ ما الثقافة أنا بتكلم مع أنت أنت بتتكلم عن العنف ضد المرأة، أنا بقول الثقافات هي اللي بتولد العنف. ما هي المرأة والراجل اللي تزوج وولده أولاد ربوا البيت دي وربوا الولد ده. مش كده؟ لا أحيانا يمكن حنيجي نشوف أسرة يمكن دار تدافع عن نفسها ضد التعنيف الممارس فيها ده في الشغل في الحركة في الطلعة في البيت في كل مكان يعني. ما هي ذاتها اللي بعدين حتربي لها أولاد على نفس أيوة المنطقة. صحيح. هي ذات الدائرة هي مترابطة كده. ايوه عشان كده احنا بنقول الضحية هي المرأة والرجل، دهرين ثقافة تساعد المرأة والرجل للخروج من هذا المأزق. نعم جميل. ايوه استاذة سرية يعني انت من الناس النشيطين جدا في الموضوع ده، يعني شفناك في محافل كثيرة جدا في موضوع مناهضة العنف ضد المرأة، فكلمينا كتعريف من الواقع كده وتعريف علمي. طيب انا حابب في الاول اتكلم عن 16 يوم هي يعني شنو؟ ال 16 يوم دي هي بتبدا اللي هي معروفه 16 يوم لمناهضه العنف ضد المراه، بتبدا من 25 نوفمبر لحد 10 ديسمبر اللي هي بتتختم باليوم العالمي لحقوق الانسان. عرفتي؟ يعني العنف ذاته هو مصنف ايوه يعني هو ضد حقوق الانسان، او هو العنف هو بينتهي حقوق الانسان او حقوق المراه بشكل خاص. عايزه اقول انه الحمله العالميه انه انا لابسه برتقالي ليه؟ لانه الحمله العالميه كان شعارها العالم كله برتقالي، وهي بتقول يعني جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب
دي الحمله العالميه وده شعاره. لكن في السودان عندنا طبعا يعني تحديدا خصوصيتنا كمان في الحمله القوميه دي سميناها الحمله القوميه باعتبار ان احنا عشان ناخذ يعني الحاجة دي من ثقافتنا السودانيه واللي هي تم تدشينها من خلال وزيره العمل والضمان الاجتماعي اللي هي الاستاذه لينا الشيخ اللي هي تكلمت عن الشعار نفسه اللي هو يعني من اجل يعني ال 16 يوم دي هي تحت شعار يعني معا من اجل او جميعا من اجل حمايه مستدامه للامن للمراه والطفله كمان عرفتي يعني سوزالين زادت الطفله لانه باعتبارنا زي ما قال دكتور معاذ في كميه من التعنيف بيحصل للبنت الطفله فيبقى احنا عندنا خصوصيتنا على مستوى العالم احنا بنتكلم عن 750 مليون ديل تم تزويجهم اقل من 18 سنه بنتكلم عن على مستوى العالم 200 بت او فتاه يتعرضوا لما يسمى بتر وتشويه الاعضاء التناسليه للانثى بنتكلم عن العنف ده ضد المراه بيحصل يعني واحده بين 3 نساء في العالم يعني كل 3 نساء بنلقى منهم واحده تعرضوا لعنف جسدي او جنسي فدي كلها احصاءات خطيره جدا جدا والسودان هو جزء من المنظومه العالميه دي اللي هي في انواع كثيره من العنف احنا بنتكلم عن اشكال كثيره جدا العنف الجنسي الجسدي اللي هو بنتكلم عن الاغتصاب بنتكلم عن التحرش اللفظي عن التحرش الجسدي كمان بنتكلم عن زي ما قلت زواج الطفلات اللي هي ده رقم برضه كبير جدا في السودان بنتكلم عن بتر وتشويه الاعضاء التناسليه للانثى بنتكلم عن العنف القانوني كويس والحمد لله انه اتلغى قانون النظام العام انا افتكر دي محمده كبيره جدا جدا لانه يعني انتهك حقوق المراه يعني بشكل خاص يعني انتهك حقها وكرامتها تحديدا بنتكلم عن كمان العنف الاقتصادي لما يحرم المراه من حقها في العمل ويحرمها من توفير الموارد المتاحه اللي هي ممكن تستفيد منها اذا كان على مستوى التنميه اذا كان على مستوى انك حرمتها من حقها في التعليم عشان بعد ذاك المساله دي هتاثر على مستوى تنميتها على مستواها الخاص وعلى مستوى كمان انه مردود الاجتماعي مردود التنموي يعني فيها ابعاد كبيره جدا جدا لما تحرمها من حقها الاقتصادي بنتكلم كمان عن 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 حقوق كثيره جدا جدا هي منتهكه من خلال العنف اللي بيحصل للمراه بشكل يعني بشكل خاص العنف الجنسي هو كثير جدا في السودان بفتكر يعني عالميا حتى العنف اللي بيقولوا عليهم الاغتصاب الزوجي او الزواج اللي هو يعني المعاشره يعني بدون رغبه من الزوجه ده عالميا هو مصنف لكن طبعا هي بتختلف الثقافات من مجتمع لاخر لكن عالميا هو ممكن يصنف تحت العنف الجنسي افتكر فدي مساله خطيره جدا جدا افتكر ناس ممكن تتكلم عنها وانا افتكر اللي احنا محتاجين بيئه حاميه عشان تخفف العنف ضد المراه من خلال المؤسسات من خلال منظمات المجتمع المدني من خلال حتى المؤسسات الحكوميه كويس هسه الشعار ده جاء يعني معنا من اجل التنميه او معنا من اجل حمايه مستدامه للمراه ده بيدينا مساحه كبيره جدا انه يكون كل شركاء المجتمع من منظمه مجتمع مدني من خلال مؤسسات رسميه وغير رسميه حتى من خلال الروضه والمدرسه والجامعه وكل المؤسسات اللي بتساعد وبتحمي الفتاه او المراه بشكل خاص. نعم جميل يعني اديتينا فكره عامه يمكن عن الحاصل في السودان بالاحصائيات والارقام كبيره صراحه يعني في كل اللي ذكرتيهم. نجيك دكتور عبد الصمد وحديث عن العنف والتعنيف ومن بدايته هو للمرأة للطفل من النواحي الدينية ويا ريت لو بيضرب الأمثلة يعني. أولا التحية للمرأة عموما والتحية لشاعرنا السوداني الفز اللي عنده أبيات فعلا بتجسد إنه المرأة والمفاضلة اللي بيعملوها بعض الناس اللي بيعاينوا كده بعين واحدة لأنه المرأة ما قاطعة فرقة ولا العنف اللفظي ذكره دكتور معاذ شرفي إنه المرأة دورها ما هين لعل الشاعر الهادي آدم يقول من كان يزقيني ومن ذا يطعمه وأنا على مهدي أصم وأبكم من ذا يترجم صرختي ويحيلها معنى فيدرك ما أقول ويفهم أمي ويا لفؤادها من جنة كم
ذا نعمت بها وكم ذا أنعم. فالتحية ابتداء لجميع الأمهات ولكل امرأة في الدنيا وعلى وجه الخصوص للكنداكات مرأة سودانية، لأنه زي ما ذكر المرأة ما هي أمك وهي أختك وهي بيتك، أحتار أنه رجل باسم الرجولة يهضم حق المرأة، أو أحيانا باسم الدين أصلا أعز المرأة أيما إعزاز يجيب لي فهم يقطع منه صراصه ده ويقول ده رأي ربنا كده، ودي أخطر حاجة. يعني زول لما باسم الإسلام يقول حاجة الإسلام ما قاله ده كره الناس في الدين، لأنه عشان كده ابن القيم كتب كتاب سماه أعلام الموقعين نيابة عن رب العالمين. في عنف تجاه المرأة قالوا ما تمرك كله ولا تشتغل، ده عنف، العنف الاقتصادي. والقرآن يبين انه بنتي شعيب مرقان واشتغل انسرحا ولبر اللي ابوين وكان عاملات ومنضبطات بالضوابط المعروفة، ما دافروا ما كان عندهم عنف ذاته تجاه الرجال وأكفاد بعيد كده. ربنا خلى نبي يقتل نفسه عن طريق الخطأ ويجي من هناك ويعتر له في الدرب، ويجوز برضو التعامل بين الرجل والمرأة ويخدم لوجه الله لأنه دي مروءة جواه، وتمشي واحدة تكلم أبوها والاثنين سوا ويرسل واحدة وتجي تناديه وتزكيه لأبوه، وتبدأ حياة زوجية ويعيشوا 8 سنة وسائقة معاه برضو ما في عنف لفظي، شايفة بردانة وتعبانة نفسيا ومفارقة أخوتها ومفارقة أبوها، مش يجيب لها نار يدفيها بها إذا به نور الذات الإلهية يكلمها. فالإسلام أكرم المرأة أيما إكرام، بل ربنا جاب سورة كاملة ثم سورة النساء، وبدل ما كان بيتورث مع باقي الأشياء هي ذاتها في رقبتها. الرب العز والجلال سبحان الله، الصلاة فريضة فرضه، والصيام فريضة فرض الله سبحانه وتعالى، والحج فريضة، لكن الميراث ده عشان حقه أصلا زي ما يقولوا أهلنا ما ينكي لوان تصاي، الله عز وجل تبنى بذاته العلية حق المرأة في الإرث في كل مساحاتها، لو أم لو جدة لو أخت لو أخت لأب لو أخت لأم لو شقيقة أخت شقيقة لو يعني بنت لو بنت ابن لو بنت ابن، وحدد الـ 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 الأنصبة دي، والله قال فريضة من الله. يعني دي العبادة الوحيدة الله عشان ما يتلاعبوا فيها ولا يقولوا الحبوبة قاعدة في البيت ليشنو يدوها القروش دي كلها كاوروها كلها هلا ما أكل لا جاربة وواعد داشي ما يأكلوا حقها، يدوه اللي أقلي في شعبة يده بعد ذاك حرة فيه. ودي حرية الإسلام، الإسلام أصلا ما سلب المرأة حقه. عشان كده حتى أنا داير أمشي لي أبعد من كده، إنه المساواة دي الناس ما يابوها. الله جل في علاه خلق السماء خلق الأرض، خلق الحق خلق الباطل، خلق الظل خلق الحر، ولا تستوي الظلمات ولا الحرور ولا الليل والنهار والشمس والقمر والذكر والأنثى. يعني أسعى الكشافات والكهرباء والحياة دي، سلك واحد ما بدي كهرباء إلا الاثنين سوا ده قالوا للحياة. يعني زي يعني الحياة رجل من غير امرأة الحياة ما بتمشي، امرأة من غير رجل الحياة ما بتمشي. ده أول شيء الناس يثبتوه كمسلمات، بعدها كل ميسر لما خلق له.
يعني المرأة ربنا لأنه خلق للتربية وكده ذات تفكير شبكي، يعني البدينا بها الحلقة دي. الأم لو بكيت صرخت نص الليل وقرصاك حاجة بتعرفها بالسنسر الله الدولية، لو بكيت بكيت صغيرة كده حقت زول قاعد يرضع برما يصحى زول بيترضعك زي ما رضعت، لو بك استهباس هاي بتديك نهر ذاته وخبطة صغيرة كده وانت صغير يعني، ولا تلوليك ولا كده، ولا يعني تهود لك ولا كده يعني لغاية ما تنوم. فيبقى يعني سبحان الله مش خبطة دي، نحن نتكلم عن العنف ونقول خبطة دي الخبطة التوبيخ حقت العنف دي ولا التوبيخ قبل ما وطفي الله. مرات في قردنة كده بيسولنا اللمان حقت يعني مداعبة كده تنوي زي ما كان وكده يعني. فيبقى يعني سبحان الله الإسلام أدانا نموذج لأنه ربنا خلق آدم من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم كلكم لآدم وآدم من تراب. أبونا آدم عليه السلام لما لقى روحه براه في الجنة استوحش، فسأل الله عز وجل أن يعطيه من يؤانسه من بني جنسه، فخلق الله سبحانه وتعالى أمنا حواء من ضلعه الأيسر. وسبحان الله دي آية الكل يقرأ، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فخلق الرجل من الأرض وصمم فسيولوجيا وبيولوجيا ونفسيا إنه يقوم الصباح يجي المطاح يجيب رزقه وكده، ودي دائرة اختصاصه كل ميسر لما خلق له. أمنا حواء خلقوها من وين؟ ضلعياته الأيسر قصاد شنو؟ القلب، عشان تشتغل هي. قلت لي شبابنا في الجامعة أي زول يشتغل في دائرة اختصاصه، زوجة دائرة العاطفة، أولاد دائرة العاطفة، الله صمم ذاته على كده، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. عشان كده هي عاطفية لا تتحمل العنف، عشان كده شوف حبوباتنا قالوا حتى العنف اللفظي قالوا بيدخل في البطون ما بغسلوا الصابون. عشان كده حتى الإسلام ورى إن العنف بالكلمة ده تجاه المرأة أو للرجل ذاته، يعني خلاه حد من حدود الشريعة، إنك لو غزفت امرأة بكلام ما فيها ولو بالتعريض، لو واحدة قالت لي أخوتها نحن نحمد الله ربونا كويس ما بتاعت صرمعة ولا يمور فارغة، مش ما قالت لا انت كده، لكن بمفهوم المخالفة معناتها انت مقصودة هي الملخبط الوطن. لو شهدت عليها ينفو منا شرعا الثقة تاني نهائي، ولا تقبل لهم شهادة أبدا في الغزف بالتعريض أو عديد، ويجلد الإنسان 80 جلدة بكلام قاله ما دق ولا كده. ده عنف لفظي، وما تتهم زول في عرضه يعني في مكانته في كده يعني. فسبحان الله يعني نحن بس ديننا ده سمح وجميل، عشان كده الرسول قال رحم الله امرئ سمحا سمحا إذا باع وإذا شرع وإذا غضب وإذا اغتضى. فمرات العنف اللفظي ده بيكون تجاه المرأة زي ما أشرت له كبير وحاد، والشريعة منعته. فإذا المرأة خلقت كما خلق الرجل من ضلعه الأيسر مكملة له، وفي الآية دي قاعدين نخليها بس لكروت العرس، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. المرأة دي الحياة ذاته بلا ما بتبقى، يعني واحد من ناس العرب زمان بتاع الجاهلية قرفان من النسوان بلا سبب، قال إن النساء شياطين عليك الله في عنف أكثر من كذا، خلقنا لنا
ونعوذ بالله من شر الشياطين. فرد عليه زول عادي المنصف قال له إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. عشان كده يعني سبحان الله دي فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إنه الحياة بين الرجل والمرأة تتكامل مع بعض، من غير ما الرجل يعنف على المرأة أو يلغي دوره، من غير ما المرأة تقول ذاته الرجل لا أنا بقدر أعمل كل حاجاته. والله عز وجل قال بما فضل الله بعضهم على بعض، حتى ما زالت القوامة وكذا والأشياء الثانية اللي يتكلموا فيها الناس، أولدتوا وعجنوا وشالوا وخدتوا، لأنه عاينوا بزاوية يعني الشريعة والإسلام والمنطق والعرف ما حكموا فيها كبير. أنا أخيرا داير أختم في المحور ده، لأنه ضروري نطرق عليه بقوة قضية العنف ضد المرأة، العنف الجسدي اللي هو الخفاض الفرعوني والتحرش والأشياء ذكرت، ومن أجلها قام اليوم ده العالم. نحن مشكلتنا زي ما عمل التوطئة دكتور معاذ الشرفي، إنه بنعمل الثقافات كمجتمع وبنكنكش فيها وبنحتبرها خلاص دي الدين ودي العنف على حسب معتقدات المجتمع. أيوة. مثلا الخفاض الفرعوني نتكلم بوضوح، والآن أنا سبحان الله كثقافة إسلامية في الجامعات بنعمل سيمينارات، بخلي الطلاب يناقشوا الأشياء دي، من باب إنه أي جامعة في الدنيا عندها ثلاثة مسارات: تحصيل أكاديمي، بحث علمي، رسالة مجتمعية، عشان الشباب دي يغيروا المجتمع والحياة دي هم ما يخجلوا يتناقشوا فيها. أيوة. كطبقة واعية يسمى الجامعة، وعشان يرجعوا يناقشوا بس الوعي ده برضو لمجتمعاتهم وكده. نحن في السودان بنكنكش في الحاجات بري سبب، اي شيء يجينا بري ما نعرفه جا من وين، بنفس كل الناس كده. أيوة. حتى لو مربوط بجانب يعني في اخطاء جسيمة زي الخفاض الفرعوني. قبل الخفاض الفرعوني شوفي بلقيس كامرأة كانت كافرة، وده يوريك ذاته الإسلام فيه حرية، مرة كافرة، لكن الإسلام ورانا إنه هي كانت حاكمة، حاكمة دولة كاملة، وسبحان الله حكمتها بشورى، حكمتها بعدل، حكمتها بمؤسسية، حكمتها كان بتشاور ناسها، ما بس ما أريكم إلا ما أرى. عشان كده يعني قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لما الكرة في ملعبكم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. الرجال أدوا تفويض مجلس الشرطة، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أعلنوا جاهزية، قالوا لا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فالمرأة ما بتكاتل أصلا بإضراعة، بتكاتل بفكرة. عشان كده المرأة في البيت الساعة كان زعلتها ما بتجي تدي كف، لكن بتعرف تاخدها لك وين أحسن لك، يتحرش لك الشفاع، يتبدد اقصابك، يتعمل لك حاجة. عشان كده يعني سبحان الله استخدمت اسلوب الحيلة، قالت ترسي الناس يودوا هدية، ظاهر الناس يودوا هدية، لكن حقيقة أمرهم جنود استكشافية واستخباراتية. زلم بيتكاتل يمشوا يكاتلوا، شعر ما عنده الليه رقبة، يعني تحاول تعصر على الحوار والتفاوض وكذا يعني. شكيه سليمان أول ما جو قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فسبحان الله آمنت وأسلمت، والله جاب بعد ذاك سورة كاملة
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وسماه سورة شنو؟ سورة سبأ. والله اداهم جنينتين يعني كان يعني مرتكز اقتصادي بالنسبة له. نعم. لكن بلقيس دي كان بتعبد الشمس. نحن في السودان القصة دي توارثناها كعادة وكنكشنا فيها. الجيل اللي ورا كله كان لما تنكسر سنو يشيل عيشة وفحمه وقمحه يقول هو ويا عين الشمس شيلي سين الحمارة وديني سين الغزالة. يعتقد ما سوى كده سنون مكشرة. فرعون انا جبت ذيك نموذج انه بنمسك الحاجات سايق. فرعون ده خفض النساء عشان ما يلدن عشان موسى ما يجي ده بعده. يعني لما عمل القصة دي عاوز اصلا يمارس عنفي ضد المرأة ويعمل عسري في الوضوع. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. كون المرأة كبيرة يجوا بواسطة العساكر ما طفلة يمسكوها ويمارسوا فيها يعني العنف الجسدي ده. حاجة خادشة للحياة من ناحية وحاجة مؤلمة جسديا للمرأة. وسبحان الله القرار بقى ماشي بعد ما خفض كل نساء بني إسرائيل. الأقباط قالوا له كده الغلمان ديل بينقرضوا بني إسرائيل. عدي القرار سنة يكون فيها كتل وسنة فيها عفة. سبحان الله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. السنة اللي فيها الإعفة وليد فيها هارون. والسنة اللي فيها الكتيل بتاع الأطفال وليد فيها موسى للتحدي عشان يجيبه ويربيه معاه في البيت. مالك خايف عليه مسك كل الحرام. عشان كده يعني سبحان الله انا ما داير استطرد كثير نوجس في القصه دي. الله سبحانه وتعالى بحسابات ربانيه وكل شيء عنده بمقدار. يعني الله ربض على قلب امه وبعد ذاك رجعه ليه وترضعه وتشيل قروش في القصه دي. رحم الله ام موسى ترضع ابنها وتأخذ أجرها. تصرف أخته اللي جاته وتصرف هارون وكده. لكن الشاهد في إنه فرعون لما خفض النساء عشان يعمل عسر في الوضوء الموضوع ده جات تورثت المجتمعات خلوه في مصر. أيوة. وهنا ناس أستاذ سرية ذي جزاهم الله خير عملوا محاضرات. صحيح كان في توعية كبيرة وبعض الجامعات زي كلية الأحفاد لهم التحية والتجلة أكثر جامعة كده مهتمة بحقوق المرأة وفي الريف ويتكلموا في الموضوع ده والعنف تجاه المرأة. سبحان الله ومنظمات أيوة. ضخمة اشتغلت في القصة دي قبل ما يجي يوم عالمي كده والناس يبقى ده شغل ثقافي. لكن المجتمعات كانت ده كلام دكتور معز صحيح مؤصلجة في القصة دي. جابوا القابلات وحلفوين كتاب الله انه تاني ما يسووا العادة الضارة دي ويقتنعوا انه الموضوع ده عنده لكن اضرار وقعت شوية صحية ونفسية. أيوة. وكده تجي الحبوبة تفرض رأيه الموضوع ده المسخرة ما بتنفع. فرعوني بس فرعون ده لا خالة لو تعمى لا قريبة يا أخي ولا نبي عنده ولا نبي من من أنبياء الله عز وجل. حاسة في الكتب البريطانية مكتوبة الختان السوداني طبعا ذاته خلوه لما لكن لأمر المصريين بيروحوا وجاء لما أصلا حضارة السودان ومصر ما مصر الموجودة الآن شمال السودان يعني كثير من القصة نعم بالحضارة الكوشية القديمة. صح نعم. حجيك كمان تاني دكتور عبد الصمد إن شاء الله في محاور أخرى وناخد منك نماذج وأمثلة من السيرة ومن من الدين لأنه تخيل الناس لو بعدت منه هي بتكون مشت في المسلك الخاطئ يعني لكن استشهدت به وأكيد هي بتكون ماشية في الطريق الصحيح والسليم وبنبعد عن كثير من المشكلات بتكون ظاهرة عندنا في المجتمع وفي الأخير بتؤدي لمشاكل تقع تحت دائرة القانون يعني إذا صحيح. كان التعنيف بس ده أهم حاجة لأنه يمكن تاني الناس ما يتطرقوا له يعني وعنفي خطير تجاه المرأة كثير من النساء حسب إحصائيات وزارة الصحة
بيموتوا في الوضوع بسبب انخفاض الفحول، التهابات، كثير من الأمراض النفسية، مشاكل الناسور، أمراض الوجع والناسور وكذا. أثناء الدورة الشهرية للمرأة بالعنف المورس فيها في الطفولة دي، ونلاحظ ذاته في بالمناسبة دي اللي هو المادة 13 من قانون الطفل السوداني، كانت دي المادة بتجرم ختان إناث، للأسف هي حذفت. لكن إحنا في يعني من حدتنا من المنبر دي إحنا بنقول ترجع المادة 13 في قانون الطفل السوداني وتجرم العادة، لأنه القانون مهم والتوعية مهمة، يعني لأنه في استراتيجية تمشي كتوعية بمحاور المختلفة، ومهم يكون في قانون يجرم العادة، لأنه ما ينفع توعية بس، لكن كل ما بقى الحاجتين ماشيين القانون كتجريم للعادة وكمان التوعية، ربع الوعي مهم جدا جدا في تقديري. فبنتمنى إنه المادة 13 ترجع في قانون الطفل السوداني عشان تجرم. لكن خلينا ما بقى تتعامل معاك إنه هو مشكلة ممكن توقع الناس في القانون يعني. لا ابدا، في ولايات عملت قانون بجرم عادة ختان الإناث، يعني ما في ختان بصورة واضحة في اماكن واضحة وكذا. والله يا اخي هو المشكلة هو طبعا بتكون اخطر من الختان بيمارس او بتري وتشويه اعضاء تناسلية الانثى لما يمارس في حتة هي فيها بخفاء انت بتتوقع الممارسة ممكن تكون اكثر. دي المشكلة اللي بيحصل بيلموا البنات في الحلم. ده حصل حتى لانه 86% بالاحصاء بتاع 2014. فانا افتكر دي يعني نسبة كبيرة جدا جدا. ففي تقديري انه كل ما بقت يعني في روعي وعي وفي قانون بجرم العادة وكمان في آليات للتبليغ وكذا بيكون ممتاز جدا جدا. وكل الحاجات تشتغل يعني التوعية مهم بالمحور الاجتماعي بالمحور الديني بالمحور الصحي. افتكر مهمة جدا جدا لأن الجانب الفقهي في الحتة دي، لأنه يعني في ناس بيفتكروا انه عندها علاقة بالدين للأسف الشديد. فمهم تصح المفاهيم ده يعني تصح المفاهيم الخاضعة لمفاهيم اجتماعية صحيحة، وعشان الناس تمشي بالطريقة. بعد الأخطر مفهوم في الجزئية دي وأنا داير بعده دكتور الشرفي يتكلم عن الجانب النفسي للموضوع ده مشكلة كبيرة وخطوط، وحتى في استمتاعه مع ليتر أون مع زوجة بحياته بكده. لكن من الخطورة بمكان إنه نكون رابطين الموضوع ده بالعفة، وده ربط بالجانب الديني والشرعي زورا وتسهيل الزواج بالضبط كده. هو بالعكس الله قال ثم السبيل يسر، ولما يكون ما في الخفاض حتى مسألة العيب لا، الموضوع ده في الفكر في العقل وبالتربية والتنشئة أو كده، ما مربوط بكده. بل حتى من ناحية عملية مرات لما يكون في خفاض ممكن حتى لو النفس ضعفت والزول عمل أخطاء بتجي أشياء تانية اجتماعيا نقوله من باب التصحيح، بيجي العدل وبيجي شغل يرتب الموضوع، بدي فرصة ويدي فرصة ذاته، لأنه لو حصل تشويه يترتب. نعم نشوف دكتور معاذ الوضع النفسي بعد كده اللي بتكون فيه، والبنت لحد ما تصبح هي سيدة لأنها هي تعنفت عنف ممكن يكون صعب جدا على عمرها وعلى نفسيتها وبراءتها. وانا لو مسكت بالطريقه دي العنف المتدرج جبال، ذكروا الزواج المبكر والختان. ايوه وانا قاعد اقول الختان ده عاده قاعد يقوموا بها النساء اكثر من الرجال، وحس زي ما قال الحبوبه هي سيده الموقف، مرات يغشوا الابو ذاته وزي ما قالوا في قانون حسه وفي، لكن بتلقى وانا شفتها في غرى تحت كده مش اللي جات يلموا بنات الجماعي كلهم وما بيختنهم في الحلة، يودوهم حلة ثانية جنبهم عشان ما في زول ذاته هنا يشعر، يجيبوهم مختونات وفي سرية ثامة ولا أبا يكون، وحتى لو سأل من بنته يقولوا عيانة ما دايما يعرف ذاته. العنف اللفظي بينبذوه يعني عدم الختام كان إساءة صحيح. لكن دكتور ما حسيت نوعا ما في اصبح وعي شويه بفكره الختان دي؟ والله يا اخي يعني اغلب الامهات اللي بيشوفوا، انا واحد من الناس اللي اشتغل شغل كثير جدا في مساله الختان دي، يعني من التسعينات من 93 94 احنا شغالين في الفيلد في مع الامم المتحده مع بلان سودان مع منظمات كثيره جدا، اشتغلنا في مناطق كثيره في السودان. الوضع ماشي احسن لكن ما زال الحبوبات زي ما قال هم مصدر الخطر. ما الرجال الان الحبوبات هم مصدر الخطر، انه الحاجه دي عندهم كده مربوطه بالنظافه وبالكرامه وبالعفه زي ما قالوا، وبحاولوا يخطوها في بناتهم بشكل كبير جدا. رغم انه انا قابلت كثير من الرجال بينهضوا الفكره دي
في مناطقهم. انا قاعد اقول هي عاده قاعدين يستمتعوا بها الكبار من النساء، يعني ختان البت والزف والهيله ما بيستمتعوا بها الناس الكبار، يعني مش شابعه شابعه قاعد تخش في شوك نفسي. ليه؟ لانه اول حاجه بغشوها حننوها، يجيبوا لها هدايا بانه في حاجه جميله حتحصل، فجاه تلقى نفسها هي متالمه وتعبانه وتفقد الثقه بينها وبين، لانه ما بكونوا صريحين معها بغشوها، وده هنا بيعمل شوك نفسي كبير جدا وفقدان الثقه مع الكبار. الحاجه الثانيه ما يترتب عليها من الم ونزيف ومشاكل ودائما بيقوموا بها ناس ما مدربين التدريب الكافي يعني. كويس؟ وبعد ده يجي زي ما قالت قبيل العنف، الزواج المبكر للقاصرات وقهرا راضيه ما راضيه ما عليك كيف، وتكون هي مختونه وزوجوها زواج قاصرات في عمر 12 سنه و10 سنين وبتاع، وحصل لها حمل والحوض ما مهيأ، وتحصل له المشاكل بتاعه الانجاب بانه والسبيل يسرى انه هنا الحياه ما طبيعيه، الولاده متعسره، بقت اكثر عرضه للوفاه. ما نحن قاعدين نقول في الحاله دي في ضيق الحوض يضحي بالام يضحي بالجنين، وفي الاثنين خساره خساره كبيره جدا. يعني الختان ده حيسبب لنا كميه بتاعت مشاكل متراكمه ومتواصله، اضطراب الدوره الشهريه والالتهابات والمشاكل والترسبات اللي بتحصل والامراض اللي ممكن تنشا من كده، الناسور البولي اللي بيجي مترتب من الولاده المتعسره مع والاكبر كمان الاحساسي هي في داخلها ما ده كلها هي مرحله بتاعت عذاب والم وامراض. حسنا احنا ماسكين حياتها كلها كده بتدفع ثمنها، امراض مستمره مشاكل مستمره حياه مستمره بالمشاكل يعني مش كده؟ يبقى الصحه وين في ذلك؟ يعني احنا بنقول ترسبات الدوره الشهريه اللي هي بعدين بتعمل طبقه حول الرحم، ويقول لك الرحم فيه طبقه ويتجلد ويعملوا له نظافه وكحت الرحم وما مشاكل كثيره جدا، التهابات متعسره تقود الى سرطانات الرحم بشكل كبير جدا. ده كلها امراض انا ما عارف الصحه وين. ما في فايده الناس لو قاعد شويه، لكن زي ما قالت استاذه صويه وقال الدكتور عبد الصمد انه دي محتقدات مجتمعيه اصبحت، يعني الناس هي مؤمنه انها هي عندها بعد ديني او هي عندها تقصد ديني. انا قبيل قلت في تربيتنا في اخطاء كثيره بتمارس، زي ما قال شوف من مملكه سبا نحن نعيش المعتقد وبعد ذاك يتاصل عندنا وتاني ما نشوف مخاطره. ايوه انا برضو دار اضيف حاجه اللي هي يعني يمكن النسبه قلت شويه، اللي يمكن اسباب كثيره جدا جدا، في كم مجهودات كويسه جدا جدا، حتى الطريقه لمناهضه الغضاء على بتر وتشويه اعضاء التناسليه الانثى يمكن كان في يعني تدخلات باشكال مختلفه. يعني مثلا سليمه، افتكر التجربه السليمه، حمله سليمه كان عندها دور ايجابي جدا جدا، لانه بدل الناس كانت تتكلم عن النزيف والجرح والموت وكذا، كانوا بيتكلموا عن مميزات ومحاسن الفتاه الغير ممارس على البتر. فكونه هي تكون يعني هي بتتكلم عن 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 المفهوم الخاطئ كنظافه، هي يعني بتتكلم عن انه الطفله السليمه هي اكثر نظافه، يعني هي اللي بتحفظ، هي اكثر نظافه، هي اكثر عفه، هي زوجه ودود، يعني هي وأكثر عندها أكثر استمتاع بالحياه الزوجيه، ولادتها سهله جدا، لانه سبحان الله حتى جهاز التناسل خارج الانثى كانما هو بيسهل لها عمليه الولاده، وبيحصل تمدد وبيسهل لها عمليه الولاده تماما يعني. فكل ما احنا بترنا الاجزاء دي هي احنا بنعسر الولاده بتاعت المراه دي. وكمان لو بقت هي طفله كمان هي متزوجه وطفله هي ام طفله، بيبقى هي خلاص مشكله مركبه، يعني انت زوجتها صغيره اقل من 18 سنه وكمان مورد على البتر، فبتبقى دي مساله صعبه جدا صحيح. جدا والله لو الناس مش شافت عنبر ابوه في مستشفى الخرطوم، يعني البنات الصغار اللي ما قادره الواحده تلبس توبه، يعني حاجه مؤلمه اللي هي دي يعني عندها علاقه مباشره بزواج الطفلات، لانه الحوض ضيق، لانه هي جسمها ما هو مستعد لسه، حتى لو هي بلغت وجات الدوره الشهريه، ده لا يعني نضجها الجسماني كمان والوجداني كمان. احنا بنتكلم عن 18 سنه، ده بتعريف الطفل اللي هو كل شخص لم يتجاوز 18 سنه، فانت التعريف ده بخليك انك انت ما تمارس على اي نوع من انواع الانتهاك في شيء مسيرنا الرشد بالضبط كده. سن الرشد فدي واحده من الحاجات اللي احنا المفروض نشتغل عليها كثير جدا جدا، تعريف الطفل في حد ذاته. الناس لو اشتغلت عليه معناتها لا يسمح انه اي زول اقل او اي طفل اقل، طفله اقل من 18 سنه هي يعني ما يتم زواج القاصره. حتى الاولاد بالمناسبه، يعني حتى الناس اليونيسف سموه زواج الاطفال مش الطفلات، لانه في اولاد برضه صغار بيزويوهم قبل 18، يزوي لهم قبل 18 سنه. لكن من ناحيه بتاعت جندر، احنا بنتكلم عن العنف ضد المراه، البيت لانه البيت الطفله اثاره بتكون اكبر، لانه في حمل وفي ولاده ومسؤوليه وفي اعباء منزليه في البيت.
فعشان كده بتبقى الخصوصيه للبيت والكلام عن البيت الطفله هي متزوجه الكلام بيكون اكثر وده شغل كبير جدا جدا صراحه. اذا 16 يوم لمهات العنف ضد المراه هو بمثابه تحسيس ورفع وعي ولفت نظر اللي يعني الاحصائيات اللي قلت لك في العالم دي احنا جزء من العالم دي فدي مهم جدا في احصائيات خاصه بالسودان اكيد طبعا يعني هسه قلت لك 86 نسبه البتر في السودان بتر وتشويه اعضاء تناسليه 86% ده في المسح اللي اتعمل في 2014 نسبه عاليه دي 2014 عاليه جدا دي 2014 بنلقى زواج الطفلات او الاطفال 42% في الريف وكم 20% في الحضر برضه نسبه ما هينه. انا افتكر دي دار تدخلات ودار اللي لسه مجهود مننا كبير جدا جدا دي احصائيات 2014 ايوه طيب أيوة. في تغييرات كبيره جدا حصلت للان طبعا يعني يمكن كانت هي 65 الفرعون يسموه سنه بعد ذاك والله هي هي ناس منظمه الصحه العالميه بيتكلموا عن بتر وتشويه اعضاء تناسليه الانثى يعني المصطلح ده هم مركزين فيه شديد وقالوا يوحدوا المصطلح لانه ما قادرين يتكلموا عن سنه وعن فرعون وكده باعتباره ده بتر وتشويه يعني أيوة. تشويه لكل حتى لو درجه بسيطه من البتر فبيفتكروا عشان ما يكون في اي بعد ذلك بيبقى المعيار ذاته انه قدر شنو يعني ما لانه ده موضوع بعد ذاك بيبقى على على الزول بيمارسه عشان كده لكن عشان كده تعرف استاذ سوريا خيليه شامل واضح ما بده اي فرصه لاي تحايل مجتمعي يعني بدل وحتى المصطلح الناس يعني الناس تدربوا عليه كثير ليه؟ عشان تدي القوه بتاعت القضيه نفسها عشان انت لما تقول ولا السنه لانه في ناس بيمارسوا فيما يعني فيما يعرف بالسنه وده برضه مشكله كبيره جدا جدا انما عندها حدودهم اي بالضبط كده زي ما قال لك قدر السنه اشكال طبعا السنه دي الناس يعني احنا ليه قلنا ما في سنه لانه السنه دي اشكال كانما هي يعني اشكال كثير كانه عندك كتالوج عايز تختار منه عرفتي فحتى الناس بتضحك في كلمه كتالوج دي لكن هي حقيقه كتالوج لانه اشكال كثيره جدا جدا لا تحصى ولا تعد بس بتحيط اطار سنه دي فاحنا عشان كده احنا بنقول بتر وتشويه اعضاء تناسليه كل الاشكال كل الاشكال هي ممكن تكون انتهاء حق الطفله. طيب العنف والتعنيف اللي بيمارس ضد المراه هو ما البتر والتشويه فقط يعني في عنف كثير جدا بيحصل ليها فنحن لو ادينا مساحات برضه للمشاهد الاخرى اللي بتحصل للمراه اذا تكلمنا ما بين الماضي والحاضر يعني في بعض الاشكالات اللي كانت الحاليه موجوده زمان امهاتنا وحبوباتنا ما اشتكوا منها ما موجوده مثلا يمكن انا ما موجوده في سوق العمل ما متحركه ما في احتكاك مباشر مع الرجل الكثافه السكانيه نفسها مختلفه يعني في معايير تخيليه مختلفه شويه في معايير كثيره يعني حتى في قانون العمل ممكن تلقى انه مرتبات الرجال اعلى من مرتبات النساء في حتى في اوروبا يعني ما في السودان يعني بس حتى في اوروبا الان في مشكله زي دي انه النساء مرتباتهم اقل من الرجال وحاسه لو عاينا كثير جدا حتى في السودان في الاعمال يقول لك نشغل النسوان لانه ما بطالبوا باجور عاليه يعني اللي بيشغل معاه ما زي لما نشغل راجل يعني الراجل بيطالبك باجور المراه عندها اجازات كثير ده نوع من الاستغلال اصلا ما دام المرأة بتديك نفس المهمة الممكن يديك لها الراجل في نفس المهنة في نفس التخصص بنفس الخبرة أنا ما شايف في حق حتى لو غابت بتعوض غيابة ده ما جندر يعني بلانس يعني ده هنا تفرقة في النوع يعني المهمة قايمة بنفس الشكل بنفس الدرجة أنت لابس عشان الفرق بين مرأة وراجل أنه يكون في مشكلة الحاجة الثانية اللي أنا ملاحظها أنه في بعض الغرف في السودان في بعض الأفكار يمكن أنتم ما شفتوها أنه المرأة ذاتها ما تورث ما عندي حق تشاكل في ورثه ولا تقول دايره ورثه ولا يمكن الدكتور عبد الصمد بيعرف الكلام ده زول الريف بيعرف في كلام كثير زي ده قايم يعني يا دوب اكتشفوا انه من حق المراه في الميراث لكن اللي حاسه بيضطهدوا حقها في الميراث هي ما تقدر تطالب به في الارياف يعني على حسب مزاجهم ولا كيف الرجال بس يتوزعوا الورثه دي ما خلاص بيعرسوها وتمشي دايره شنو ثاني ما عندي حق في حاجات ابوها دي ولا يدوها مع اخوانها الرجال بس اللي بيتقسموا الكلام ده يعني لحد الان في بعض المناطق في كلام زي ده سايد الدين ده معطل هناك لكن في ذاتها لانها ما وعي بحقوقه وما عارفه هي المفروض ما هي عرفيا هنا لو قامت تبادر ما انا قلت لك المجتمع مرات بيحكمك انت ذاتك هنا طلعت برا المله شوفوا اتجوزوا اتجوزت الحدود او زي اللي تلفظت يعني كونه هي طالب بحق زي ده دي مشكله كبيره مع اخوانها يا دكتور هو خليك من الميراث في بعض الناس بيسلب المرأة حرية التعبير عن رأيها أصلا يعني بيفتكروا إنه الرجال قاعدين المرأة ما تتكلم نهائي يقول لك العوين عندي الرأي ما عندي أما لا زوجتي خلي الرجال يتكلموا
يعني هي ذاتها بوجود الرجال ولا راي ذاته ما تقوله يعني. وده برضو نوع من ال ده عنف ولا ده عنف مجتمعي؟ لا ده عنف مجتمعي عنف واضح. والحاجه دي بتحصل يا جماعه يعني في المواصلات لما الزول يحصل لها تحرش فلما تحاول تدافع عن نفسها بيقول لها اسكتي انت ما بيت طوالي بيكون في لفت نظر انك انت لبسك ممكن تكون زول محجبه محجبه عليه اللي بيلبسها يعني. ففي في حالات زي دي كثيره فطوالي مجرد ما دافعت عن نفسها طوالي انك انت صوتك انت كده وانا افتكر ان القصه بتاعت زي اصلا ما في زول بدي يعني بدي نفسه الحق يتجاوز حدود يتحرش بزول عشان لبسها. في النهايه انت بتغض نظرك وبتمشي يعني ده الزول متربي كويس يعني انت ما بتقدر تربي كل الشارع. فانا افتكر الناس تهذب نفسها في الاول وما يكون لمجرد الزول ما دافعت عن نفسها هي خلاص هي طوالية بيحصل لها هجوم عرفتي وبعد ذلك بيحصل لها قبن كبير جدا جدا دي قمه العنف لما انت تكون مظلوم من زول وبعد ذلك فجاه تحس انك انت مظلومه كل الناس اللي معاك ما في زول بيقف معاك مؤلمه جدا جدا بالمناسبه. نفس الكلام اللي قاله الدكتور انه صوتك يعني ما تعبر يعني ما تعبر ما ترفض وكونك انت تستسلمي كمان للتحرش بتبقى صعبه على كرامه البيت او الفتاه او المراه يعني بتبقى حاجه صعبه جدا جدا. فمهم ان المجتمع كله يدافع يعني في اللحظه دي ما يشوف انه هي لابسه شنو ولا صوت عالي لا انه الزول ده ليه يتحرش هي اتظلمت سؤال كبير جدا جدا ليه يتحرش بها الزول ده. فدي حاجه مهمه جدا جدا دي واحده من الحاجات التحرش ده له قانون لانه برضه القانون في القانون الجنائي في تحايل يعني لما الواحده تيجي تشتكي فحتى الاغتصاب بالمناسبه يعني حتى الزول اللي بيتم اغتصابه بيقول لك ده زنا في القانون الجنائي بيقول لك ده زنا ودي واحده من المواد اللي احنا دارين فيها تعديل جذري بالمناسبه زي ما يتلقى قانون النظام العام فمهم تتلغي المواد اللي عندها علاقه بالمساله بتاعت الاغتصاب وطوالي يربطوا لك بالزنا. فانا افتكر ما في غبن اكثر من كذا ما في انتهاك اكثر من كذا وانا بشرف على الظلم من الفترات ممكن يكون في تعزير ما الزنا عشان تثبته داير آليات شرعا صعب تثبته لكن بس هاي في المواصلات دي عصرة بيقوع دفرة يعني قاعد عمل حاجة ما كويسة أثبتت القصة دي ما هو في الشريعة ذاته في تعزير التعزير وهي الحاجة كلها ممكن تقف ضدها أصلا أنا داير أقول برضو والناس حتخاف لك جرجرة وما ننسى برضو الفضائح ما ننسى كمان النساء في نزاعات الحتات النزاعات المناطق فيها نزاعات يعني دي فيها مشاكل كبيره جدا النساء اللي بيتعرضوا للقصه بتاعت الانتهاك الاغتصاب هو كان فيها مشاكل اورنك 8 كان في فتره من الفترات اورنك 8 ذاته بعطل بالمناسبه لحد ما الزوله يعني ما يثبت انها هي تم اغتصابها بتبقى مشكله كبيره جدا جدا. النساء عانوا في مناطق النزاعات وهسه التحيه له لكل النساء يعني حقيقه كل الناجيات ويعني بجد يعني وكمان واجهوا مشاكل وواجهوا حتى في تحدي كبير مع القانون يعني كل النساء هسه الموجودات وبرضه بنحيي كل النساء الموجودات في اماكن النزوح في المعسكرات وكذا انهم بيعانوا لسه ما زالوا بيعانوا يعني لما الواحد تمشي مسافه بعيده عشان تجيب حطب والمساله دي فيها خطوره كبيره جدا جدا ومهم الناس تنتبه وعشان كذا جاء الشعار يعني مزيد من الحمايه وكلنا من اجل يعني الحمايه حمايه الحمايه المستدامه للمراه لانه احنا يعني ما عايزين 16 يوم عايزين حمايه مستدامه للمراه مستدامه دائما بفترات المختلفه ونجي يعني 16 يوم السنه الجايه يكون في تذكير ويكون في زياده بالضبط كده لكل السودان وسط المركز وحتى الولايات صحيح. والريف حتواصل معكم مناهضه العنف ضد المراه موضوع حلقتنا لليوم بعد فاصل قصير انتظرونا. اهلا من جديد مشاهدينا في كل مكان بنتواصل معاكم برنامج بصراحه اكثر وموضوع حلقتنا لليوم بمناسبه اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراه مناهضه العنف ضد المراه وحديث عن احصائيات وكثير من الممارسات اللي ممكن تكون هي تمارس ضد المراه وضد الطفل ايضا اللي هي حتكون في المستقبل هي الام وهي المراه وايضا هي الاخت فحينعكس عليها كما ذكر ضيوف الكرام داخل الاستوديو حينعكس على الرجل الموجود معاه دي اذا كان الزوج او ايا كان حينعكس على الاقتصاد بشكل عام وبيحصل نوع من الخلل في المجتمعات ومحتاج لتعديل وده من خلال طرحنا للموضوع اليوم برحب بكم مره ثانيه. ودكتور معاذ يعني حديثنا عن العنف والتعنيف اللي بيمارس يمكن ركزنا على فكره البتر والتشويه اللي بيمارس ضد البنات الفتيات اللي هو الختان تكلمنا عن زواج ايضا القاصرات كواحد من التعنيف الممكن يكون
برضو في العفل بيكون الموجود بين المرأة والرجل، الزوج والزوجة، برضو بيأكد هما في الاثنين تلقاهم في حياتهم وفي سلوكهم تلقائيا اتفقوا على ممارسة العفل ضد الأبناء دين نفسهم. نبدأ من الصوت العالي والنهير وبعد كده باقي الأشياء. أنا داير أقول يعني حتى الزواج هو شراكة ولا سيادة؟ افترض شراكة، ما عقد مدني يعني. يمكن الدكتور الشيخ معانا يعني بيفتي لنا فيه. نحن بنفتكر انه هو سيادة، رغم انه يعني واجب المرأة تجاه الرجل واجب أدبي فيه أدب واحترام أكثر من هو تسلط انه يجيب القوة. نحن ما عندنا أي حاجة، ما دي فكرة الرجال القبيل قلناها في تربيتنا، أي شيء دارين انه بالرجال ما بالود، احنا أي شيء عندنا بالصوت مش كده. وانا قاعد اقول حتى طفولتنا حتى لو ما فعليا، لكن بحس انه في انا ما قاعد اقول طفولتنا بياكلونا بالعصاية وبينومونا بالعصاية وبيصحونا بالعصاية وبيقرونا بالعصاية مش كده؟ كله بالشكل. الود ما في، والكلام ده بيصبح مشكلة حتى لو لبت ولا لو لولد. ما بنزرع المحبة، ما بنزرع المحبة، كله وديها خبتتين، حمر لها عينك، صر لها وشك، انهرها، لكن اللي بيقول لي قول لها كلمة طيبة منه. ما في الوصل الرسالة بالكلمة الطيبة عشان بعدين احنا عارف نقول الكلام الطيب. حاسة كل الأمهات بيعاملوا أطفالهم بعنف، صحيح، بعد الاحترام من مشاكلنا يعني. نحن في علم السلوك حاسة لما حتى لو ما في ضرب لكن بيكون في العنف اللفظي عادي. أنا قاعد أقول في اليوم الأمهات وفي البيت بينبذوا الشافعي يا براس كبير يا قبيح يا كريه يا عواليق يا غبي يا ما بتفهم أنت يا أهبل يا أهبل متخلف. بيقولوها كم مرة وبقولوا كم كلمة طيبة للطفل، بل أصبحت الكلمة الطيبة نوع من الاستغلال. مجرد ما تقول له تعال يا حبيبي معناه بيعرف دار ترسلي ارتبطت بالاستغلال. حس لما يقول لك قلت لك يا حبيبي معناه الله خلاص في مشوار، لأنه ده بالطريقة مشوار بيقول يا ماما اكسري الحنك من النهاية وريني داير شو عايز اشوف برضه متبعة. وأصلا الشباب الكلمة الطيبة هي ما سيدة الموقف، دائما النقد، ما تلعب هنا، زح من هنا، امشي من هنا، ما في توجيه لطيف، ما في سلوك ايجابي. اصبحت مشكله الكلمه دي، يعني الاولاد حاسه بيقولوا انهم معنفين من قبل الابوين، الام ولا الاب، وحكلم لك ابوك، والحياه كلها تهديد، وانت عارفني لو قمت عليك، وانت وانت، كل الحياه قايمه على التهديد. ما دي واحده من كوارثنا اللي انا بتكلم عنها، التربيه قايمه على زراعه الخوف مش بناء الثقه. يعني ما بيخلوا الطفل والوالدين يكون بيناتهم في ثقه، في تخويف وتهديد والكلام ده بيعمل الحاجه اللي انت عايزها، لكن ما الكلام ده لقدام لما مجرد ما يصل مراهقه بيخلق الفجوه، بتمرد، حاسه هو ما بطيعك، ما انت اقوى منه عضليا، بترهبه. اها هو بيجي يوم بيبلغه بتقوم له العضلات ويستطيع ان يدافع عن نفسه، يستطيع ان يعترض، اها الخوف يتلاشى. صحيح. بعد يظهر الموضوع يقول لك الودة من كبر قامت لي قرون وقامت لي، ما ظهر انه ما كان التربية ما أثرت، ما انت ما خدت التربية، انت خدت خوف. والنقد عندنا قايم ما على تعليم السلوك الصحيح، بل النهي عن الخطأ دون تعليم للصح. اقعد ساي بس خلاص، دي كل الكلمة نقولها تاني ما اشوفك، لكن ما في تبرير للحاجة الخطأ، ما اشوفك تعمل كده، لكن المفروض يعمل كيف، ما في زول بوري مش كده، ويلقى انه هو محاسب وما حصل يوم يتحفز، يعني ما قاعدين يسنوا على أدائه، وعلى يصحى من النوم يتكلموا معه كلام جميل، مين ما يصحى يقول له خلاص قمت جاي من المدرسه، يقول له انا جيت خلاص ما مرغوب فيه يعني. او في المدرسه في الاجازه يقول لك والله خلاص الاجازه بلات، ياخذ كلمه مؤذيه جدا جدا والله يعني. هو ده كله نوع، انا ده كله بعتبره عنف. صحيح. ويحس انه والطفل يقول له امتوا وقت ما دارنا جبتونا لشنو؟ يعني الاطفال قاعدين يقولوا الاطفال يعني عادي مش كده؟ طيب نفس النموذج ده لما يتربى مع انتوا قاعدين تقولوا في والدك بقالتك، طيب ده ما حيكون عنده زوجه وعنده اطفال، حيمارس هذا السلوك، حيمارس العنف ده. صحيح. والعنف ضد النوع، والعنف ضد الجنس، والعنف ضد القبيله، لانه انا قاعد اقول في الاسره الواحده العرقيه عندنا فيها مشكله. يعني حس الزوجين لو جيت سالتهم وهم كانوا في توتر تقول لك والله وقعت لي في واحد شاقي ولا جعلي، هو ما قبل انا ذاته كقبيله وذاته بيجي يقول لك والله القبيل ديل اصلا الشواي او ديل الجعلين، تحس انه حتى الزوجين بيمثلوا لي مشكله بتاعت قبيله وعرق، يعني انه هم يصهروا مع بعض، يعني مشكله بتاعت يتجاوزوا، العرب سموا النسب ده مصاهره. ايوه تظل هناك مشكله. يبقى الطفل الحين شاء ده
ما حيقوم عرقي وحيقوم عنيف وحيقوم قبلي لانه شايف الابوين. صحيح. الطفل ده لما يقوم يعني يلقى والدين دي القدوه بتاعه اللي بيتعاملوا مع بعض عشان يكتسب منهم ادب التعامل. يعرفوا انهم بيتكلموا كيف بيتحاوروا كيف. عشان كده عم نقول الوالدين لما قال موده ورحمه بينهم معناه الاسلوب راغي. ايوه. هو يشوف اسلوب راغي عشان هو ذاته يمثل هذا التقليد، لكن لما يقوم يلقى ابوه يقول له والله امك دي كان ما ضيعتك. مش كده؟ او الام تقول لا صح حركات ابوك دي. او الاذاعه بتاعت لا اهل ابوك ده اصلا كده. او هو مشكلة. يقول لا والله يقول للاطفال مثلا اهل امه اهل امه كانوا عاملين كده. مخاطر الناس بتقولوا عادي وشايفينها عاده يعني ما لكن ما عارفين ضرر على المجتمعات بيظهر شكله كيف. ونحن المشاكل اللي فيها جيل مشوه يعني تقبل الاخر وعدم احترام الاخر. مشاكل السودان دي كلها قايمه من سلوك التنشئه. بالضبط كده. عدم قبول الاخر وعدم الشوره وعدم الحوار و كلها قايمه من التربيه. ما تتدخل وما تتحشى. الطفل ما عنده حق، لا مرة لا ولد لا بنت في البيت ما عندك حق التصغير. تسمع الكلام بس، اهم حاجه تسمع الكلام. هسه في اللي بلاحظ انه اختلفت معي انت في الراي خلاص انت العدو اللدود يكون في تنمر حسمنا على الكلام بشوي الناس تلقاها شبكت في خلاف وفي نبذ يعني. ما هو يعني انا قاعد اقول يعني في 2008 كان في كميه طلاقات كده، كان معانا دكتور سليمان عملنا ريسيرش وبتاع كان في 26,000 حاله طلاق في المحكمه الشرعيه. لما مشينا اخذنا 1000 عين نعمل اولاد دراسه لقينا انه السبب ما في سبب طلاق مباشر. كله عدم ادب، الاهليه اللي تحدثوا بها مع بعض. قال داير شاي، ما المساله في الشاي، المساله قال الكلام كيف. وبيبدا خلاف كبير. هاي بالطريقه رفع صباعه للزاني، شاط الترابيزه بكراعه، جاب سيرة امي، كلها يعني الفاظ تربويه. فعدم احترام يعني لما تيجي تقول لهم انتوا حصل طلقتوا عشان كوبايه الشاي بتلقاها ما الاصل. الاصل الطريقه اللي تحدثوا بها. ما الكوباية الشاي هي المشكلة، لو كان قال لا بطريقة ثانية كان بيبرحها كان ممكن تدعمل. لكن النهرة السلوك اللي يتعمل سلوك أخلاقي تربوي. ودي الطريقة اللي كان بيشوفها في البيت في صغره وإنه تربى بهذا النموذج وبيجي يطلع لي نفس الكوبي بيست يعني يطلع لي نفس النموذج هنا بعد ذاك يبقى الصراع. عشان كده السعادة نحن يعني قاعدين نقول في بيتنا فيها مشكلة. مع الشفع في شكل اليوم كله تلقى الام متوتره وتعبانه مع الاولاد لانه تعلمنا طوال نكون في حاله شراسه ودفاع مع الراجل طوالي. وحتى النصائح نحن اللي بدونا ليها ما بعلمونا نعيش مع الزوج كيف لا اعمل حسابك وما تقولي ليه وما توريه وما يطلع لك في راسك والرجال ديل كان وريتيهم وصايه سلبيه الراجل ذاته والمراه اطمح لها الكديسه تلقى في عنف. ايوه في حرب كده حرب يعني احنا ما داخلين لحياه اسريه فيها شراكه حميميه. الواحد داخل وداير يسيطر. القوي منه فينا بيبقى بعد ذاك مش كده. عشان كده بتلقى فتره الزواج الاولى فتره صراع كبيره خلاص. عشان كده دائما بقول ثقافه بناء السلام ما هي احنا نشتغل على حتات النزاعات الفيها مشاكل بتاع النزاعات وكده. النزاعات موجوده احساس الامن ذاته احساس الامن والامان بتكلم السلام ده يعني احساس الامن لما نتكلم فيه والناس طوال بيمشوا للحروب. صحيح. ايوه الامن الداخلي. هل انا نشات في بيت امن يعني حس الحرب انا بقول مثلا قامت مشكله في دافور قامت الضرب شهر شهرين انتهوا الناس مشوا لكن الحرب القايمه في البيت ده. الطفل من يولده لما يبقى عمره 18 سنه صراع في حرب اكثر منه 18 سنه انت عايش في صراع بتاع شكله كوراك ونبذ وين الامن الداخلي. بعدين لما نجي نتكلم عن مثلث ماسلو او الحاجات النفسيه الاساسيه الاحساس بالامان. الاحساس بالامان البيت الامن بولد المحبه بين افراده. صحيح. والترابط يلا لما نلقى امان في محبه في انتماء مش كده؟ في انتماء في شراكة. في محبة وفي انتماء في شراكة. لكن لما يبقى ما في محبة ما في أمن ما في حب ما حنتمي لك حفكر فيه. 200 اتخارج أنا من الحتة دي. وأي حاجة يا أخي ما بعمل. ما أنت بدواخلك رافض من نواحي أمنية أنت ما داير لأنه الزول ده مصدر قلق بالنسبة لك مصدر مشاكل أنت ما حتتشاركه أصلا في حاجة. فيبقى المثلث ده كله حيمشي غلط. الاصل الامان. صحيح. الامان لا يعني الحرب بس فيه خلل معناه كل المنظومه يعني فيها خلل اصلا. أيوة. وكلمه الامان دي تشمل الحياه كلها يعني. يعني من الطفل البيبي جنين في بطن امه لازم يحس بالامان يعني الام تكون في جو نفسي كويس عشان بعدك حتى البيبي كويس يعني طفل معافى وكده.
انا افتكر هي عندها علاقه باسلوبنا التربوي يعني. وصراحه انا قاعده اقول هي حياه بسيطه لكن مردوده جميل لكن احنا متعودين، الناس متعوده انها بس يعني هو صوت العاليه النهير ما في طفل بيسمعوه، كل الناس عرفتي كانما هي حرب يعني جوا البيت زي ما قلت حرب مستمره. يعني كل ما الناس بنت ثقافه السلام دي انا افتكر مهمه جدا لانه بتدي احساس زي ما قلت يعني. تحس لو جيت لقيت الطلبه بذاكروا في البيت بتلقي في حاله حرب، زول بيبكي ودموعه سايله وخاتين العصاية والكوراك والسريخ وجدوا عليه في الورق وفي الكراس ده عشان يبقى شاطر يعني. مش كده؟ صحيح ده بيحصل في اغلب البيوت. وتلقى الطفل ما حس الامان، يجي يبقى زوج تلقى الصراع مستمر، تقول لك انا ما حس الامان الزول ده انا خايفه منه ما حس، هو ذاته يقول لك انا خايف منه انا ما حس الامان الزول ده ممكن تتخلى عنك. شوف الامان الداخلي اصبح مشكله مستمره في الحياه. فبالتالي التربيه دي بتاسس لمجتمع ناجح بكل شكله يعني. نحن التغيير من فوق لا، نبدا التغيير من تحت مهم جدا، نبداها بافراد واسر. أيوة. بتصبح هي المجتمعات. أيوة. في الاخير استاذه سريه، بعض السيدات والنساء يمكن يكون ما عندهم وعي كافي بفكره العنف نفسه، وتكون هي معنفه وهي موجوده في بيتها وما عارفه انها هي معنفه، وضعها وحالتها المجتمعيه الاجتماعيه النفسيه كيف هي بتكون فيها وكيف ممكن تطلع من الدائره دي؟ انا دائما بقول يعني الثقافه الذكوريه ذاتها هي السيده في المجتمع ممكن تاثر لانه يعني الحياه المتكرره وطوال انت تخضعي لزوجك هو الوصايا بتاعت انك تسمعي كلامه في كل شيء يعني حتى لو هو غلطان ولو خاطئ عليك لو ضربك ولو عنفك انت تسكت وكذا، ففي ناس بيفتكروا دي جزء من الثقافه يعني انت ما تتكلمي، بيفتكروها حاجه طبيعيه يعني ما فيها مشكله. لكن مجرد ما خلاص هي بدات يعني لو عرفت معلومه، عشان كده احنا قاعدين نقول ال 16 داي زي ال 16 يوم دي هي مسبب تحسيس طوال ولفت نظر وكذا، ما عشان انت يعني تقلب الناس وتحرشه بطريقه سلبيه، لكن لا تخلي الزول ده ينتبه وفي نفس الوقت ممكن يعني 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 زي ما نقول شيء يوجه طريقه بالطريقه الكويسه اللي تحفظ له حقه الانساني كمان. فانا بفتكر عدم الاحساس الزول بالعنف الممارس ضدها، يعني في ناس بيقول لك والله لو ضربني خلاص ما في مشكله، لو نهرني ما في مشكله، لكن عكس زوله ثانيه لو رفع صوته بس رفع صوته عليها بفتكر دي مشكله كبيره جدا جدا لانه ما في احترام بعد ذاك. عندها علاقه بمستوى التعليم والله احنا لانه ما عندنا تعليم نوعي يعني، مثلا احنا لو تكلمنا عن مثلا مجتمعات عربيه مثلا زي تونس بيعلم الاطفال حقوق الانسان من الروضه من المدرسه، ده بيكون عنده وعي بحقوق الانسان، فبالتالي من طوال مراحل عمرك المختلفه انت بتكون عارف الزول ده منتهي حقك ولا لا، بيكون واعي الطفل في مراحل عمره المختلفه لما يبقى شاب ولما بعد ذاك يتزوج بيبقى عنده رفع الوعي عالي جدا بحقوق الانسان وكرامته. عكس المجتمعات ممكن ما يكون فيها تعليم نوعي تعليم جيد اللي هو بيخلي الزول واعي لحقوقه واعي لواجباته، احنا بنتكلم عن حقوق بنتكلم عن واجبات برضه، فدي مهمه جدا جدا الاطفال منهم صغار نعلمهم واجباتهم ونعلمهم كمان حقوقهم، يعني حق الطفل في التعبير انه هو عنده واجب وعنده حقوق حتى تجاه والدينه عنده واجب بالمناسبه تجاه اساتذته في المدرسه وفي الروضه وكذا، فهذه ثقافه مهم احنا نبنيها. عدم الوعي بكثير من النساء في انهم ما عارفين حقوقهم دي برضه نتيجه عدم ثقافه نفتكر مجتمعيه مؤسسيه، نتكلم احنا ما عندنا ثقافه بتاسس من خلال مؤسسات ان بتربي زول تخليه زول واعي لحقوقه يحترم الاخر وعنده واجب وعنده حقوق، فكل ما زادت دي اكيد احنا بنخلق جيل واعي جيل قادر يعني يعني يغوض حياته بطريقه كويسه بطريقه فيها سلام وفيها امن وامان، دي مساله مهمه جدا جدا. اضيف لانه في ناس بيفتكروا في مسلمات يعني الراجل ده يعمل فينا اي حاجه انا اسكت، او حتى في نساء بيحصل لهم ممكن يموتوا من العنف ده ذاته، وفي نساء بيحصل لهم مشاكل اضطرابات نفسيه اكتئاب حاد حتى اكتئاب ما بعد الولاده، في ريال ما بيعرفوه بيقول لك والله زهقت مني وخلاص، هو ما بقدر انه حتى البيبي بتاعه ما قدر ترضعه منزعج يعني لانه بعد الاسبوعين الطوال بعد مباشره بعد الولاده بتسهر الحاله بتاعت اكتئاب الولاده. كثير من الازواج ما بيفهموا الحاجه دي طوال هو في حاله تضجر ما مستوعب المساله دي وكده، فانا افتكر دي مشكله مهمه الرجل يفهم طبيعه المراه وانها هي حتضايق من شنو، وفي نفس الوقت هو اصلا ما يمارس عليها عنف اصلا لا لفظي لا جسدي. مهم جدا حتى العلاقه الحميميه انا قاعده اقول دائما هي تكون برضا، مهم تكون برضا يعني لو حاسس انها مزاجها ما كويس مش انها مزاجها ما كويس يعني، لانه مرات ممكن الزول يكون زهيان برا ما عايز اي حاجه يعني، فمهم يكون في تقدير للمساله دي تماما لانه هي علاقه حميمه يعني فيها حب وفيها عاطفه كبيره جدا جدا، عشان ما تؤدي لكره ويعني وعدم رغبه بعدك حتى في الاستمراريه في الحياه الزوجيه.
فمهمة تفهم الناس لبعضهم، ومهمة الزوجة برضو تعرف المرأة يعني من هي طفلة، تعرف حقوقها تماما. احنا قاعدين نقول الكلام، لأنه السكوت على العنف، السكوت على العنف بيزيد وممكن يؤدي لفقد حياتها تماما. يعني الضرب الحاد، الإهمال، حتى الاضطرابات النفسية اللي بتؤدي بعد ذلك لمشاكل نفسية، لو سكتت مرة ومرتين ثلاثة يعني بيزيد طبعا، عشان يزيد ألمها، لأنه هي أصلا يعني في نساء مثلا يتدوي على زوجها فرقة ماسكة فيه طبعا، لكن في نساء انتحروا، أنا مهمة يعني أفتكر النساء انتحروا نتيجة عنف برضو في السودان ده تعديدا يعني. فمهم الناس تنتبه، لأنه حاجة تخليك تفقد حياتك صعبة جدا، لأنك أنت ما تكلمتها، ما عبرتها، ما اشتكيت، تنتحر عشان تنتهي يعني. يعني إحنا صح قاعدين نقول المشكلة ما تصل مثلا الأسر وشنو كده، لكن تمشي لزول مختص، ولو بقت خلاص فاتت الحد كمان برضو لازم الزول يتكلم. في دول متقدمة ودول عربية متقدمة في حاجة اسمها مراكز الاستماع للنساء المعنفات، إنك أنت رايلك ضربك، تعنفتي، تنهرتي، بتجد بيقعدك في غرفة بمواصفات محددة، بتجد تقول الكلام الدار، تقول عايزة تبكي بجميع انفعالاتك وكذا، فأنت تقول الحاجة دي تم، أو تعبر. والله في مراكز إرشادية بتاعت إرشاد سنوي شغالة طول السنة، في ناس بيشتغلوا طول السنة أكيد، وبس بسيطة. أنا أفتكر المراكز هي لأنه هي جزء من التأهيل أو جزء من الإرشاد الزواجي، فيا ريت لو يتعممت، لأنه أنا أفتكر دي بتخليك أنت بعد ذاك تفكر كويس وفرغت كل اللي عندك. بعد ذاك بيحصل بعد ذاك حاجة خدمية، إنه يوجهوك بالطريقة اللي أو يجيبوا زوجك ذاته، برضو ياخد جلسات محددة، ده حتاخد زمن طويل لحد ما الناس تستوعب. أكيد الجلسات يعني. طبعا الجلسات عشان الناس تستوعب، عشان المرأة تمشي تطلع تقول أنا عشان زوجها يجي، أصلا أنا أفتكر العيادات موجودة بيجي الزوجة معاها، بيجوا كثير والله صحيح. يعني كويس معناه مدرك، لأنه بيجوا الاثنين وبكونوا عارفين إنه بيناتهم في مشكلة، عشان يعرفوا أصلا المشكلة وين ويغيروا الطريقة ياتها. يعني في بدت يعني بدت طيب في سوايدي اكيد طبعا. احنا عايزين بس التجارب تنتشر وتكون في وفر للمراكز. احنا دارين برضو بعد التغيير اللي حصل في السودان يكون في ثقافه كويسه للمزله بتاعت الارشاد الاسري والزواج، مهم جدا والله، حتى للاطفال المحتاجين برضو دعم نفسي، لانه المفروض ما نتخلى عنهم حتى لو مشاكلهم كثيره. صحيح. الاباء ما يتخلوا عنهم اكيد من خلال الارشاد ده يعني. صحيح، لانه تماسك الاسري يعني هو تماسك للمجتمعات طبعاً. يعني طبعاً. كلها دكتور عبد الصمد، يعني العنف ده دائرة كده يعني، زي ما اتفقنا كلنا في انه في الاخير ممكن يؤدي لتفكك مجتمعات وظهور كثير من السلوكيات الما مقبولة، تفكك للأسر، ضرر بالاقتصاد البلد. يعني الفكرة تبدو بسيطة ولكن هي بتكون كبيرة في الاخير. الشريعة الإسلامية والدين برضو أدى المرأة حقها زي ما ذكرت في انه هي تاخد حقها كامل وما تعنف يعني. فياريت لو أديتنا بالنماذج عن حتى المودة والرحمة المفترض هي تكون ما بين الأزواج، وبعيدة جدا عن العنف والتعنيف. تمام. طيب أنا أول شيء سبحان الله أستاذ سوريا قالت الشعار لون برتقالي، اللي قلت له في قدرا منديل برتقالي. أيوه. فقلت طبعا وأنا جالسة في كرسي برتقالي يا جماعة، خلاص حنطلع أي حاجة برتقالي. أي يعني نقول كذا هي دي جاهزه من البيت. أيوة. كنت قدر بيقع البرتقال. البرتقالي ذاته لون فيه دلاله بتاعت قوه كده يعني. عشان كده الاسلام داير المراه تكون قويه، لانه هي نصف المجتمع. صراحه الاسلام انا بديت بانه ما في مشكله بين الاسلام والمراه. الكلام اللي قاله الدكتورة سوريا في العنف اللفظي على المرأة والصحة النفسية للجنين، اتخيلوا معاي انه رب العزة والجلال نهى عن طلاق المرأة في فترة الحمل مراعاة لصحة الجنين النفسية وولاة الأحمال حتى يضعن حملهن. الطفل الأم أزبط الدراسات بتكون عايشة صراعات مع نسابته وعاك الواطن مسمي النساب العصاب ونسيب المصيب ومشاكل مع زوجة وعدم استقرار نفسي ومع جارات مع كده كل بنعكس على يكون نكدي. صحيح. الأنثى العارفة حقوق الزوج ومتسامحة ومتسالمة ونشأت في بيئة وفي بيت فيه محبة وفيه احترام وفيه تقدير وفيه كده، طفل زي يضحك معاي زول مبتسم وبشوف وكده.
حتى سبحان الله الأمة الآن لو فجأة كذا الله قال أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، وده في إطار الزوجية القائمة عليها الحياة، في حياة في موت، في ضحك في بكاء، في حزن في فرح، في ذكر في أنثى. عشان أنا حريص إنه نطرق على المفاهيم دي كلها عشان تتغير. يعني قبل كلمنا عن الخفاض وعن الأشياء دي، العنف الجسدي، وقلنا بيصروا عليه الحبوبات، صح؟ شوفي الحبوبات كان بيشلخوها ويتفوا شلوفتها ويسووا لها حاجات ذاته، ده كله قال عشان تبقى سمحة يعني بيشوهوها لكن بالطرق المستمر بتدخل الجهات العلمية وكذا الأشياء دي وقفت، بزي البرامج دي بالأيام العالمية، بتدخل الجامعات، بالطبقة النيرة، بكسرة الطرق المستمر على كل الحاجات دي، بتتبلور الأفكار وتتغير المفاهيم والثقافات والمجتمعات. فالإسلام راعى لصحة الجنين ولصحة المرأة ذاتها، صحته وهي حامل ما تغضب، كان خلاص الحياة تب ما ماشي لقدام، مقرر تطلق، قال لك ما هي بس ما حبكت إلا أسع وهي حامل تطلقها بعد ما تلد، حتى بعد ذاك ترمي شنو الطلاق عليها لصحة النفسية، عشان ما يجي كلبش في النفاس، ما تبلع لسانها، ما تكون في غضب. يعني ديننا دين راقي كمان، يعني سبحان الله الأشياء المسكود عنا، ودي مهمة جدا في العنف ضد المرأة، بالدين المخدين الناس بالعرف، ما من مصادر التلقي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكذا والدين الصحيح، إنه المرض يطهد حقه. حتى أنتوا تكلمتوا عن حقه في التعبير وفي كده، يا أخي في الأكل والشراب لأسع نحن عندنا كان ما شبع الرجال تب النسوان ما يأكلنا. يعني صحيح أهلنا لأنه يتبنوا على الكرم وعلى الشهامة وعلى المروءة، وتلقائيا هي بتعمل كده، لكن حتى الطبخ ما حريج لديكم ويعني العمل في البيت ما واجب فرض على المرأة إلا نافلة. والناس كل النساء عارفين الحاجة دي، لكن ما قادرين يتنفذوها حتى العرف حتى سبحان الله الرضاعة، الرضاعة جناح حشا زي ما بقولوا من بطونه، ده كم ما داير ترضعه ما في شيء ملزم شرعا، بل لما يحصل طلاق آية صريحة إنه لو داير حق لبنة ده يدوها له. يعني برضه دي آيات بنجي مع الشيقين فيها بين امر خمسة، ما قاعدين نقيف معاه يعني وإن تعسرتم فسترضع له أخرى، يعني لو تب خلاص حتى في النفقة في كده في ناي الناس الحياة دي ويصلوا خط أحمر ودايرين يتكلموا فيها حق إرضاعه وحق حضانته. عشان كده الآن في قانون الطفل وحماية الطفل، لو الرجل مارس عنف ضد المرأة وبقى يتزوج ويطلق ويهرب ويلعب بأعراض النساء المسلمين وما يقوم بالواجبات وكده، القضاء بيتعاطف مع المرأة طوالي. أول شيء الشافع طالع ما هو بقى ما مزؤول وما قاعد له وما فاضي له، ما بيدو له إلا بعد ما يميز وتثبت إنه عنده قروش وشغال، طوال القاضي ولا بيلعب، يبقى إلى حين السداد بيجيب لها النفقة دي. لكن برضو عرفا صحيح ما مقبول، يقول لك أنا أمشي أشتكيه في المحكمة، أنا أقيف معاه في المحاكم، فمرات الزول بيقوم بيضيع حق المرأة، حق الطفل، حق كده فضلا من عنده. صحيح. لكن الفضل ده بيكون ضيع حقوق عند المجتمع، بعد ذلك بتبقى كأنها بقت حق، إنه
هو خلاص مشى ما يشتكوا، ما يطالبوا بحقوقهم اللي ربنا فرضها للمرأة وللطفل، لأنه حتى سبحان الله داير أمشي أبعد من كده. عمل المرأة والثقة اللي تكلم عنها أنت، هم بيذكروا، أنا بحب أصل يعني قبل بدينا بنت شعيب عملا، لكن كان في ثقة، في ثقة لأنه الأب صاحب عديل. قال لها أستقلكم من وجيت بدري، قالت راجل ما بنعرفه، قال لها أمشي ناديه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وصريحة مع أبوه، مبدأ الصراحة كلام النفسي، ما إنه أعمل وما تعمل وإرهاب وعنفي من الآباء تجاه البنات. الآن سبحان الله قصة زراعة المحبة دي، إنه أطفالك تبوسهم، تخليهم يحبوا بعض، يعتذروا لبعض، تسمعهم كلام حلو، تقول كلام حلو لأمهم بوجودهم، عشان البيت كله تتحقق فيه الألفة. ده من صميم الدين والأخلاق وكده. لكن أما لما تكون أنت بتنتر أمه وبتنهيره وبتحتبر، ده نوع من الرجالة، وبتقلل من قدره قدامه، حتى لو ما قالت يا بابا كده غلط أو ليه تتسوي كده، جواهم مبكنوا قبلانين. أيوه. ولما يكبروا ممكن يستنكروا عليك. طيب ده نخليه جانب، الشريعة كلها مادتك له كحق، أمرتك بأنه تقول الكلام الطيب لزوجتك، يعني حتى العلاقة الحميمية هي تكلمت عن أنه ما تجبر عليها أو تغصبها، أو لو ساي ما عندها رغبة كده. لكن تخيلي الشريعة تقول هي دي ذاتها فيها أجر، طالما أصلا الأمور بغاياتها والأمور بمقاصدة، وفي بضع أحدكم صدق، لما تكون دائرة تعيف ودائرة ويستقر ودائرة عفة ودائرة تستمتع بالحياة وبحياة الزوجية، ما بأوامر وبين هير وبين التير تخيل يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام من قمة الحزن جو حرب وجرحة وهلكة، جاي أم المؤمنين عائشة وللسلم والسلام يعمل قرعة بين النساء وتقع عليه، ويقول للصحابة تقدموا، ويقول لها لنستبق ويتسابق، حياة فيها ألفة وفيها يعني محبة وفيها كده. ليه؟ لأنه لما تتزرع المحبة مع المرأة مع الأم، ما دي القبانية، لو المرأة معكننا بدعكنن البيت كله، بدك شفعة برا سبب وتهيج برا سبب، ولو اديتها هي دوز كويس من الكلام الطيب بينعكس مباشرة، بينعكس على الأبناء. لكن شوف ضربت المثال والنموذج ده يا دكتور، وفي بعض الرجال كمان الواحد بس عشان مشى الشغل وجا من الشغل ده أربع ساعات خمس ساعات ما داير كلام، أربع شغل أربع ساعات. أنا في عمل المرأة زاد، وحتى قالوا تشتغل من العنف تجاهها، انه مش انا خليتك تشتغلي، جيبي المرتب ده هنا، كان خليته لك الساعه تديه لاخوك براسك كبير ده عنف في لفظي، او تشيليه لازمك، او انا لانه انا الازنت لك تنازلت عن حقوقي، او انت اخذت من زمن البيت، او اخذت من زمن البيت تديني مرتبك، يشيله منها ولا يخلي لها فيه شيء يعني. وده نوع انت تقوم بالاكل بالشراب بالسكن بشيء، وهي تعاونك ويكون في شراكه لا حرج، لكن كونه قهرا تشيله منا ده نوع من العنف تجاه المراه، يعني ما صحيح يعني. وانا افتكر دكتور عبد الصمد اشار لحاجه مهمه جدا، الاعمال والادوار المنزليه بتقوم بها المراه في حته يعني اهداف التنميه المستدامه، بتفتكر انه ده عمل غير مدفوع الاجر. بالمناسبه شدوا حيلكم يا جماعه، لانه الرجال ده ممكن ما يدفعوا، لا انتم ما تفتحوا لنا كمان ابواب، ما بنقول بالحده دي، قلنا الشراكه يا دكتور عبد الصمد، ما بنقول بالحده، لكن يعني في المجتمعات المتقدمه بيجي تامين اجتماعي كمان، بيخش لها حسابها،
كانما انت شغلك بتاع البيت عندك تامين اجتماعي هناك حتى لو هي ما شغاله. احنا ما بالحده دي لكن يكون في تقدير يكون في شراكه. انا مع الشراكه تماما 100% صراحه يعني. بالعكس وحتى خروج المراه للعمل قال المعروف عرفا صحيح كالمحكوم كالمشروط شرطا وبعد ذاك حتى يعني فيمساكم بمعروف بمعروف يعني بما تعارف عليه الناس او تسريح باحسان. هذا يقول حتى سبحان الله لما يعني يجي الطلاق ويجي كده ما حقه يكون في كلام شيء أو بين الاطراف بين الطرفين خصوصا في ابناء اولاد ومضبوطين كده وده ذاته نوع من حفاظ الود والشريعه تجاه انه مش خلاص الحياه خلاص فضوا الشراكة لأنه مرات الطلاق ذاته بكون رحمة. أيوة صحيح. وربنا جاب سورة سماها سورة الطلاق لكن لا إت تنبز أمون ولا أم تنبز كل أهلنا زمان كن بالتراك عندهم حاجات جميلة زي ما عنفنا عليهم نحن ذاته بأنه مارس العنف تجاهها وكذا تجاه المرأة والخفاض لكن عندهم معايير قيمية حلوة يعني حصل طلاق تلقي الناس الكبار عقلاء مهما يكشكشوهم لا هم قالوا يتطلقوا ما لهم يقول لك يا ولدي قسمه وانقطع خلاص يعني خلاص دي كلمة بعد فرملت اليد انه ما تتدخل في التفاصيل لانه برضو من العنف تجاه المرأة انه تلقى كلامه وحاجاته وتفاصيل بيته برا انه المرأة دي عفنة ورفلة وصفنة وما قاعدة تشتغل بي وما والتلاجة بتأكلني هي شغالة ومشاركاك الهم وصابرة على البيت وبتقري الأولاد تحية للأمهات هن اللي بقى نسعى يعني يهتمن بالتعليم وبالنجاح وبكده لكن لو قصرت في حاجة صغيرة تلقي طوالي وشالة طيقان في العيدان زي ما يقولوا عبو بادة وكشف حالة وده برضو نوع وهي نوع من الدفاع برضو حتطلع كلام وحكاية تكبر يعني عشان كده يعني سبحان الله الشريعة الإسلامية خصوصية الأسرة خصوصية الحياة المجتمعية الألفة هي كمرأة بناتها وأولادها وكفاميلي كده وأسرة دي النواة الأولى للمجتمع صحيح لما تنزرع فيها كل القيم قيم الفضيلة بتنعكس على المجتمع تمام صحيح. عشان كده قال أزرع طيب تحصد طيب والمحبة دي قبل يتكلم عنها أنا جاية برضو للمحور ده عشان الزمن قالوا ما في قلبه محبة في قلبه ما في الحبة ما في الحبة المحبة دي أساس كل شيء يعني ضدها طوال الكره والعنف والغبن وشكل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب قال له أوصني قال له لا تغضب لأنه أنت من تغضب بتعنف صحيح. من تغضب بتدق يكون في سلوك يا مقبولة لكن من إنما بعثت قال لي أتمم مكارم الأخلاق واحد برضو من أشكال العنف اللي بيحصل من مشاهدات كثيرة دكتور معاذ بشوفه بيكون مثلا الأخ الكبير يعني بيكون في رهبة يعني غير بقول خلينا الأم والأب تلقى أنه في أخ كبير في أخوات صغار بقول لك أنا عايز أحافظ عليهم من المجتمع بيكون في برضو في تجاوزات العنف المراسيل الخدمة الضرب مركت الساعة كم جيت الساعة كم التفاصيل دي كلها ما هو الأخ الكبير ده ما قاعدين يدوه سلطة الأبوة يعني ما هو نحن بنقول ماخذ اكثر من سلطته يعني سلطة التغالية ما هي الثقافة بتاعت انا قاعد اقول التربية عندنا فيها مشكل كبير جدا حتى الولد انت لازم تخوف اخواتك دي وهم المفروض تكون اخذ وعطاء هم بيكونوا واقفين وراه كمان الام والاب يشجعوا فيه يعني هاي ما دارين شنو معنى قبل قلت لك التربية عندنا الرجولة تعني العنف أيوة. ما تعني الحكمة يعني مش يكون صاحب ونكون صديق ونتحاور معاه ونشوف مشاكل ونحل لهم مشاكل لا اهم حاجه يخوفهم ويهرشهم ولازم يخافوا منك ولازم يعملوا لك حساب احنا هسه قانون ونعملوا لك حساب وتخوفهم دي عندنا في المجتمع مشكله كبيره جدا انا قبل لما اتكلمت عن نموذج الاب العنيف ما الطفل ده مجرد ما يصل سن المراهقه داري قال لي الابوه دي داري يبقى راي للبيت طوال حمارس نفس السلوك دايره يترسلوا له ويسمعوا كلامه وينفذوا له كل الحاجات والراجل يقول البيت مشكلة؟ ما هو ده الخطر هنا ذاته بدل يقلد السلوك الجميل اللي بيشوفه في البيت بيقلد أشنى
فعل صادر واللي هو العنف ضد الأخوات أو ضد الصغار في البيت، وبيبقى ضد الأم حتى الكبير يقول لا قومي غطي الغداء، حس كان أبوي كان عملت ليلة وكان داري خويفة يعني كأنه نص الليل يقول لا غسلي وكوي وسوي أي وبس عشان هو الكبير. هي دي مشكلة كبيرة يعني، يعني الكبير ده بكون أكثر احتراما ولا أكثر عنفا يعني. نحن بنقول الزول لما يكبر بيعقل ويكون حكيم ولا بكون عنيف. احنا عندنا خلل في الثقافة الاجتماعية وده اللي نحن بنتكلم فيه، وإنه المجتمع زي ما قال الدكتور النواة الأساسية فيه الأسرة، أهمها الفرد، نربي فرد بأسرة راقية عشان يكون عندنا مجتمعات راقية، عشان يكون عندنا دولة راقية بعيدة من العنف، فيها مشاركة، فيها محبة، فيها تآلف، فيها إنتاج. النموذج العنيف ذاته اللي بيخافوا منه ده بعلم الاتكالية، وأنا قاعد أتكلم كثير جدا عن نموذج الاتكالية تلقى البيت كله أيوة والأنانية البيت كله بيخدم خوفا منه قصاده يجروا يجيبوا له طلباته بنفذوا له حاجاته تجنبا لشره ما احتراما له ولا حبا في تجنبا صحيح. امشي اعمل قبال مع ابوك كورك مش صح حسي والشباب يقول لك الايام دي الحاج مشغله ليره زي النغمه كده وذاته يعني بقت ما احترام أيوة. بس بيعملوا عشان يسكتوا النغمه المزعجه دي يعني بعدين هو ذاته بيتعامل بالمناسبه الزول العنيف لا تكون فظا كالزرقاب ينفض الاولاد بيقوا عينه لابوهم ولامهم زي المختل عقليا انا داير اقول في الجزئيه دي هي الاسره دي ليه سموها اسره؟ يعني اصلا في الشريعه ما في كلمه كده لا في القران لا في السنه اسم الاسره يعبر عنها في القران في السنه بالاهل خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فلما قضى موسى الاجل وسار باهله لكن الاسره مصطلحه من الاسر الأسير لأنه أنت وجدانيا لما تشعر بالأمان تشعر بالمحبة وتنسجي ألفة ومحبة بتكون مهما تبتعد من أسرتك دار ترجع البيت لكن لما البيت يكون فيه عنف تكون دار تمرق من البيت وأنا من هنا دار أولع لمبة حمراء للأبهات بيسمعوا فينا وللأمهات البيت يبقى طارد الشاب بيمشي برا وممكن يقع في المخدرات يقع في كل المشاكل المرأة ذاته البيت بقى طارد ما جاذب ما في إحساس بالألفة وفي عنف في البيت ممكن بعد تقع في مشاكل تانية عشان كده الأسرة من الأسر من الأسير قال والبعيد عن وطنه مهما طال غيابه لابد من يوم يرجع لأهله وصحابه فيبقى يعني الأسرة دي لأنك مأسور وجدانيا عشان كده لازم نحقق الدلالة اللفظية دي بدلالة معنوية دلالة معنوية ما نكون عنيفين مع من صغار يعني أخطأ خليه يعيش لحظة الاعتراف بالخطأ عشان يكتشف الخطأ زي أي هو غلطان أعتذر له وإنت أبو زاته أيوة. قل له يا أخي آسف أنا كركت فيك وما قايل لك انت عشان يعرف ذاته يعتذر واحده من اشكالياتنا انه نحن مرات بنبرر لاخطائنا صحيح بالتالي اولادنا اي حاجه لو خطا اوضح من الشمس يبرر لكن يا بابا ايوه لكن انا ما كنت قاصد وقاصد ليه لانه انت عودته على انه يبرر لاي حاجه تحايل برضه واحده من الاشكاليات نعم. يعني استاذه سوريا في ال 16 يوم دي شنو المناشط والندوات الواضحه اللي قمتوا بها وحتقوموا بها في بقيه الفتره وشنو اللي ممكن نقدمه نحن في الاعلام وشنو ممكن يقدموه السيدات اللي اصبحوا يعني واعيات جدا بفكره العنف ضد المراه دي وعايزين يوعوا بها ويوصلوا الرساله للبقيه يعني والله المناشط كثير جدا صراحه يعني انا هسه الليله يعني جايه من المنشط جيتكم هنا طوالي اللي هو ده منشط عملته شبكه الصيحه هي خرجت زي 100 فتاه من التدريب المهني ده برضه لمشروع اسمه تكسير او كسر التنميط المهني يعني في نوع مهن هي معروفه للرجال
فده نوع مشروع ممكن يخلي مزيد من الفتيات والنساء انهم يشجعوا يدخلوا تخصصات مختلفه يعني كمثال ويستفيدوا يستفيدوا منها يعني ميكانيكا سيارات، كهرباء سيارات، كهرباء عامه كده يعني. فانا افتكر هندسه داخليه، تصميم هندسي داخلي، فدي كلها انا افتكر بتخلي البيت اكثر قوه، بتخليها اكثر انتاجا، بتخليها منتجه جدا واثقه في نفسها جدا، قادره تضيف على مستوى التنميه لاسرتها ولنفسها وكمان للبلد. دي حاجه مهمه جدا جدا، اتاهلت ضد انتقادات المجتمع. في حاجه كويسه جدا سوري عشان النقطه دي مفوته. نعم. المجتمعات برضو بتحكم عليك مرات يعني. هي اتاهلت وتخرجت، دي شغله بنات، دي شغله تشتغل. التفاصيل دي اتاهلت هي قصاده بالضبط كده، اتاهلت قصاده في كلام كثير، تدريب لها هي وفي تدريب كمان للمجتمعات المحليه اللي هي جايه منها. ومشينا ابعد كمان، يمكن الشكر الجزيل لشبكه الصيحه اللي هي ساهمت كمان في تدريب اصحاب الورش واصحاب العمل. انا افتكر دي مساله كويسه جدا جدا بشراكه مع التدريب المهني الخرطوم 2. انا افتكر ده مشروع ضخم جدا وطموح جدا، وما تتخيلي فرحه البنات مع اهلهم اللي اسرهم مبسوطين جدا وسعيدين جدا، وفي تشجيع كمان قوي جدا من اسرهم. وبرضه التحيه لماما عوضيه كوكو، لانها هي خطت مقترح برضه للحاجه دي، ان هي بدل البنات ما يشتغلوا شاي واكل في الشوارع وكذا، يخشوا مجال مختلف. يمكن دي كان مقترح منها وبشراكه مع شركه. وانا بعتبر دي يعني تجاوزنا فيها الكلام بدري، الان عندنا كليات للهندسه وللطب بس التدريب المهني يمكن شويه الدخول له صعب ما زي الهندسه عمليا. الحقيقه الثانيه برضو عايزه اشير لي برضو في مبادره توتي، جمعيه اصدقاء الطفل في توتي برضو عندهم بكره احتفاليه، والاحتفاليات كثيره جدا برضو على مستوى الولايات. يعني انا برضو حسافر نيال برضو لاحتفاليه 16 يوم. السنه اللي فاتت برضو كنا محتفلين في بليل وفي كاس مع النساء اللي تخرجوا في مشروعات صغيره وتدريب مواقد محسنه ومشاتل في البيوت وحياكه وخياطه وتدبير منزل، حاجات كثيره جدا جدا. انا افتكر يعني وبرضه حنمشي برضه حنشتغل معاهم شغل هسه السنه دي. الاحتفالات كثيره جدا جدا من خلال مجتمعات مختلفه ويمكن منظمات مجتمع مدني وناشطين. والشغل احنا ما دارينه برضه يرتبط ب 16 يوم بس، احنا عايزينه يرتبط كمان بسلوكنا تجاه المراه، واحنا كيف نوقف العنف ضدها. وده بشراكه كمان برضه اصلا مع الرجل، الرجل هو برضه شريك في المساله في انه، والتحيه لكل الرجال المناصرين للمراه، لانه هم هسه بالاحتفالات دي هم فرحانين واقفين مع المرأة تمام، وبيحتفلوا كمان مع المرأة التحية لهم. فأنا أفتكر دي كلها يمكن زي ما بقولوا شنو يعني حاجة إيجابية جدا جدا، لأنه إحنا ما دارين المرأة هي براها تدافع عن نفسها، لأن المجتمع بكل شرائحه. وكمان يمكن في حاجة شكل مختلف اللي هي مشاركة الأطفال. مشاركة الأطفال نفسهم هي مهمة، لأن إحنا بنتكلم عن تربية وتنشئة اجتماعية ومفاهيم اجتماعية مختلفة. فده برضو مهم إنه يلعب دور في إنه الطفل نفسه يعرف يعني شنو انتهاك حقوق، يعني شنو عنف، يعني شنو أشكاله ذاته شنو. فبعد ذاك هو ذاته ممكن يكون شريك في الحملة دي في السنوات القادمة. مهم جدا جدا، الاحتفالات كبيرة جدا جدا، وفي ورش عمل كثيرة جدا اتعملت، وفي اعلاميين برضه شاركوا بالتحقيقات وبالتقارير. يعني الليله من المنشط ده كان في صراحه اعلاميين برضه، التحيه لهم. وهسه الشروع نفتكر برضه التحيه، لانها هي افردت مساحه كويسه ل 16 يوم، وما دارينها زي ما قلت نحصر بس في 16 يوم، لكن عايزين مزيد من الانشطه طوال احنا نطرق على المساله دي، لانه هي بسبب تحسيس المجتمع ورفع وعيه بالحقوق وكده. لفت نظر لقضيه مهمه يعني. مهمه جدا جدا، وما تقيف على 16 يوم، احنا عايزينها تستمر طول العام وتكون جزء من سلوكنا صراحه. رفض العنف هو مرفوض، وثقافة العنف بشكل عام ما تكون جزء من ثقافتنا، على قدر ما احنا دارين احترام الاخر، حب الاخر كمان احنا برضه نحترمه ونحبه كمان. وبعد ذاك حرية التعبير افتكر مهمة جدا جدا، في انه ما في زول يسكتوه عشان انه هو داير يتكلم في حاجة. دي مسألة مهمة جدا جدا، ويعني والنساء احنا عايزين لهم مساحة كاملة زي ما قلت، حقها الشرعية والتعبير والحركة تعرف حقوقها بشكل كويس. انا افتكر دي مسألة برضه مهمة، انا بفتكر في تقديري، لانه كل ما هي عرفت حقها بتقدر تدافع عن نفسها، بتحقق وقاية من العنف نفسه. وطالما هسه وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بتتكلم عن يعني استدامة يعني للمزرعة تحت الحماية دي، نفتكر ودي ربطها برضه هدف التنمية المستدامة، انه فيها 17 هدف، وفي الهدف 5 هو بيتكلم عن المساواة بين الجنسين. نفتكر دي مسألة مهمة، وبرضه هدف التنمية المستدامة تكلمت عن برضه القضاء على كل أشكال العنف والممارسات الضارة في المجتمعات. بيتكلم عن ثقافة سالبة مرات بتكون، فبرضه نفتكر الناس تشتغل على هدف التنمية المستدامة، انه هي بسبب التشجيع انه الناس تحقق مؤشرات كويسة في على مستوى الشغل والعمل وكده. وانا دائما قاعد اقول الشغل ما مرتبط بمنظمات ومؤسسات، هو يعني
هو حراك اجتماعي كبير جدا جدا. فيه أطفال، فيه شباب، فيه علماء يعني بتخصصاتهم المختلفة، فيه مؤسسات أكاديمية، مؤسسات بحثية، مؤسسات اجتماعية. إحنا ده نشتغل على كل المسائل دي ونحترم بعضنا في المقام الأول، لأنه أنا أفتكر يعني الانتهاك الحقوق هو يعني بيبدأ من انتهاك لحق الآخر. فبقت لو عندنا ثقافة زي دي بيكون ممتاز، ونتعلم حقوق الإنسان أفتكر في المدارس. يا ريت المنهج الجديد من السنة الجاية يدخلين المحور بتاع حقوق الإنسان، لأنه قانون الطفل السوداني يتكلم عن المناهج يفترض تكون مرتبطة بحقوق الإنسان. أنا أفتكر دي حقه يعني المناهج الدراسية السنة الجاية اللي حتتغير دي يدخلوا فيها جرعات برضو بتاعت حقوق الإنسان، لأنه دي بتعمل لنا وقاية صراحة، بتعمل استدامة في الحماية بشكل عام إن شاء الله، لأنه دي ذات قضية كبيرة. يعني الأطفال نفسهم معنفين والطلاب معنفين، وحكاية طويلة يعني عندها علاقة بالمناهج والبيئة المدرسية وغيرها من التفاصيل. إن شاء الله العام المقبل يكون في إحصائيات قريبة إذا دعمت العام ده يفهم، عشان تكون أوضح تقريب الفكرة، نشوف إنه نحن ماشيين على وين، ماشيين صح ولا لسه محتاجين لمجهود أكبر. نحن ماشيين على الخواتيم، أخذ منك رسائل قصيرة دكتور عبد الصمد وأمشي بالترتيب لضيق الزمن. حناخد رسالة تكون واضحة كده لمنه. والله أول شيء أنا رسالتي الأولى، لأنه الإكراه عموما للمفهوم المجتمعي للأولاد للمرأة لنا مع بعض كمجتمع الإسلام نهى عنه، أدى حرية الرأي، لا إكراه في الدين. نوح عليه السلام نبي، أكثر نبي حقبة الزمنية كانت كبيرة، 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة، لكن مرته ما آمنت. كل الناس عارف الكلام ده، لكن برضو بيجوا جارين فيه وساي. تخيلوا نبي بآليات نبوة وآليات بعثة ورسالة من عند الله سبحانه وتعالى، ومرته معاه في البيت وكافرة، لكن في تعايش بيناته، وما قني أصلا من إنه يقدم لها الهداية. مش يا آمنت خير ومثال يعني مش يا آمنت ولد ذاته أثرت فيه، ود نوح كان ود أمه أبا يؤمن يعني لكن نوح ليه ولزوجته ولمجتمعه كله ما في إكراه ولا في عنف. قال لهم أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون. هذا أقول حتى للإنسان صاحب الفكرة الإسلامية الدينية الأخلاقية المجتمعية، ما تقصب الآخرين على رأيك، أطرح رأيك وأدي الناس الحرية اللي الله اداليهم، بعد ذاك الزول يقرر بلاو. لأنه نوح قال لهم أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون، والله أدى الزول برضو عقل يميز، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالفطرة لو صحيحة وسليمة، والطرح لو كان طرحي واضح ويعني مربوط بقيم وبكده، يعني ما بنخاف على المرأة ولا على قيم مجتمعنا الكويسة ولا كده، ونعزز الحاجات الإيجابية ونحارب الحاجات السلبية زي التحرش الكبير. واحدة من الربط النفسي، أنا معول على الأسرة شديد، إنه لما يخوفوها من أبوك وبكلم ليك أبوك وكان جيتي بكسر رقبتك وكان إذا خدت أمشي بتكضب من أي شخص تاني، وممكن لو حصل لها استفزاز أو تحرش برا تسكت ولأنه لو جات بتبقى المشكلة مشكلتين إذا شكت هتخاف. فيبقى أنا داير الإحساس بالأمان، داير حرية الرأي، حرية الفكرة، عدم الاعتداء على المرأة، على الأولاد، على الأسرة بالمفاهيم الذكورية الخاطئة، تكون حياة وأسرة آمنة إن شاء الله. بس دي أنا حريص عليها جدا. سوري رسالة قصيرة. أنا والله في 16 يوم دي عايز أوجه رسالة مباشرة للمزلة بتاع زواج الطفلات أو زواج الأطفال تحديدا، تريد له مساحة برضو في قانون الطفل السوداني، لأنه هو يعني قانون الأحوال الشخصية هو برضو يعني قاعد يدعم كثير المزلة بتاعت زواج الأطفال، لأنه هو بدي مساحة لأنه الطفلات يتزوجوا في المادة 40، لأنه بتتكلم عن أنه ممكن البنت الطفلة تتزوج
فعايزين برضو يتمنع او بقانون واضح بماده واضحه في قانون الطفل السوداني انه يجرم زواج الاطفال اولاد وبنات. يعني نتمنى كده. عايزين شغل مستمر صراحه يعني لكل الناس الشغالين على مستوى يعني المراه على مستوى المؤسسات الناس تشتغل. نوحد خطتنا نفتكر مهمه جدا توحيد الخطه بيخلي الناس قادره تحقق يعني شغل كثير جدا بمجهود اقل بميزانيات اقل. ودار برضو يعني اوجه رساله لكل الرجال اللي هم مناصرين للمراه وغير المناصرين انه يكونوا يعني زي ما يقولوا شنو رفقا بالمراه يعني ومش لانها هي بشكل عاطفي لان المساله بقت حقوق ما عاطفه هي المساله حقوق ولان المساله العنف هو بيتعارض تماما مع الحق الانساني. نعم صحيح. ومع العداله الالهيه والمجتمعيه. نعم. دكتور معاذ. طيب انا بتكلم اسني على رايهم كلهم. أتكلم على التركيز والتوعية في مجال التربية والعلاقات الزوجية والعمل في المحاور كلها اللي بتنصف حق المجتمع عموما حقوق الإنسان. يعني إحنا ما بنقول الرجال بل النساء حتى هم جزء من العنف ضد المرأة برضه لأن التربية هي اللي تأصل للكلام ده بقت المرأة شريكة فيه. المرأة اللي بتعلم ولدها إنت زي النسوان وإنت أبقى راجل والمرأة ما تلعب بيك وهم اللي بيحرضوا الشفع عشان يبقوا رجال ضد المرأة. صحيح. يبقى هي المرأة ذات ضد المرأة. أنا بتكلم بطريقة عنها غير لأنه تأثير آي كبير جدا. فنحن نعمل في محاور متعددة في المناهج في القوانين في الإعلام في التربية. نعم. وأركز على التربية جدا إن هي اللي حتطلع لي أجيال قادمة نقية صافية متوازنة. نعم صحيح. أيوة. شكرا لك دكتور معاذ شرف استشاري نفسي وشكرا لك أستاذة سرية إبراهيم أخصائي خدمة اجتماعية. شكرا جزيلا دكتور عبد الصمد علي عبد الصمد أستاذ مادة الثقافة الإسلامية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. بشكر مشاهدينا في كل مكان تابعونا اليوم في موضوعنا مناهضة العنف ضد المرأة وده بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر ويستمر إن شاء الله 16 يوم لحد 10 من ديسمبر لحد ما ألاقيكم في حلقة جديدة موضوع جديد من برنامج بصراحة أكثر. في أمان الله وحفظه.